بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. عندما ينقلب السحر على الساحر فيرتد الرمح إلى النحر وتسقط الورقة التي تغطي الأخلاق المشوهة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في برنامجكم ملك وكتابة وحلقة الاثنين التي تأتي في ظروف شديدة الأهمية والترقب والاهتمام من قبل كل الجماهير وليست الأهلوية فقط. أعتقد حلقة مهمة عنوانها الرئيسي وسقطت أوراق التوت. أوراق التوت سقطت لتكشف الكثير من الحقائق وربما تظهر الكثير من العورات الأخلاقية، لأنه ما حدث خلال الأيام الماضية مصاحبا للمباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يفوز على الترجي 3-1 في برج العرب، وما تلاها من أحداث ومن ممارسات إعلامية أعتقد يمكن معها استكشاف كل ما تحت أوراق التوت يا باشمهندس. أستاذ إبراهيم، هذه حلقة أتوجه معك بها إلى الرأي العام المصري والتونسي ثم إلى الضمير العالمي، ليعلم الناس عندما يتمكن الحقد من النفوس فتعمل أبصار عن كل المشاعر الإنسانية، يضحوا بأي شيء، عايزين يشوفوا مصايب ومجازر. ويحضرني المشهد المفتعل الذي يتكرر الآن، بس المرة دي بدل الجزائر تونس التي تربطنا بها كل علاقات الحب والود والحميمية، خصوصا مع جمهور الترجي. لأن لو كان تم حساب المسؤولون عن الإساءة إلى العلاقات المصرية الجزائرية والعبث بمقدرات الشعوب وعلاقات الدول، ما كان يتكرر هذا الأمر بهذه الفجاجة. اللي أرجوكم ابقوا معنا، هتشوفوا أمور غريبة جدا وهتسقط فعلا كل الأغطية عن الأخلاق المشوهة. أنتوا فاكرين حضراتكم من البداية، من بداية ملك وكتابة، وبالمناسبة بنقول لكم كل سنة وأنتوا طيبين، لأن دي الحلقة 401. انتهينا من 400 حلقة كاملة من ملك وكتابة منذ ظهورها في صيف 2011 حتى اليوم. تخللتها بعض فترات التوقف، لكن هذه الحلقة الحلقة الأولى بعد 400. ففي 400 حلقة أعتقد كانوا كافيين جدا عند حضراتكم علشان يستقر عندكم المعنى العام والمفهوم الثابت لملك وكتابة ومنهجيته. دائما وأبدا أعتقد ثوابتنا حضراتكم فاكرينها، نحن الأحرص والأشد حرصا على تعزيز وترسيخ كل قيم الروح الرياضية في التعامل مع كل الأطراف، في كل الاحترام لكل الأطراف المعنية، ودائما وأبدا اختلافنا مع المكتوب وليس الكاتب، مع ما قيل وليس من قال، وأيضا الحديث باستمرار بالدليل والمستند والوثيقة والكلام كله بعظمة لسانه. عندنا مشكلة دلوقتي يا أستاذ إبراهيم، إن المكتوب مع بعض الكتاب أصبح خلص. مش عارف تفصله. لأن هو بينضح بما فيه، هو مش بيكتب دلوقتي ومش بيغلط ومش بيقول خبر يمكن تصويبه، هو بيتعمد يزور مستند ومتعمد يحرض بالقتل حتى لو وصل الأمر في سبيل أنه يعزز صورة ذهنية معينة. هو مش معني بنفسه وأن أنا كويس، هو معني أنه الأهلي وحش، الأهلي كذا، الأهلي يستحق كذا. خلاص العملية بقت هستيرية، فبعض الكتاب مش عارفين نفصل بينهم وبين ما يكتبوه. عشان كده هذه الحلقة لإنقاذ ثلاث نقاط مهمة ربما أكثرها أهمية: أرواح وسلامة ولادنا من الجماهير وكل البعثة المصرية التي ستحضر مباراة العودة في استاد رادس يوم الجمعة القادم. هذه حلقة هدفها بالأساس محاولة الوصول إلى أعلى درجات حالات الوضع الطبيعي في العلاقات الطيبة جدا في الأساس بين مصر وتونس، وفي الخصوص منها بين الأهلي والترجي. حماية هذه العلاقة مسؤولية، فحماية هذه الأرواح المسافرة وسلامتها، حماية هذه العلاقات التاريخية المهمة جدا والمميزة جدا بين مصر وتونس وبين الأهلي والترجي،
وثالثا حفظ حقوق الأهل الرياضية في التنافس على لقب يسعى إليه ويقترب منه بعد الفوز 3-1. فأنا أعتقد هذه الحلقة بكل ما فيها من وثائق، بكل ما فيها من مستندات، بكل ما فيها من معالجات إعلامية، هو ده هدفها. عشان كده يمكن قبل ما نطلع الهواء بقليل جاءنا خبر مهم في سبيل قبل هذه. قبل ما تقول خبر مهم أيضا أيضا على جمهور الأهلي الذي اغتالوا فرحته بهذه المباراة، ابقوا معنا لتعلموا أن الفوز جاء بجدارة واستحقاق وحق. لعبوا على 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 تزييف الحقيقة، هنثبت لكم هنا بالمستند بالظبط، وده اللي هتتأكدوا منه على نقاء فوز الأهلي، على نظافة فوز الأهلي، وأيضا عن حقيقة حكام الفار وما حدث في كواليس هذه المباراة. بقول لكم قبل الهوا بقليل جاءنا بيان مهم جدا، وده الإيجابية الحقيقة. احنا بنشتكي دايما وابدا من هذه الممارسات الخاطئه جدا، بنشكو من هذا الانفلات الشديد جدا في التحريض المباشر، لانه بعد المباراه الاهلي بيلعب مع الترجي. طب الاهلي بيلعب مع الترجي والاثنين بيتنافسوا، اطراف اخرى دخلت على خط الازمه واشعلت فيها فتيل النار بشكل ما هوش مفهوم. هي ايه علاقتها وايه مصلحتها؟ لكن علاقتها اعاقه الاهلي، علاقتها تعكير الاجواء. لكن لما الامر يصل الى مرحلة أن يفضي هذا الانفلات الإعلامي الواضح جدا والغريب جدا الغير مسؤول والفج جدا الغير إلى تهديد الأرواح بشكل غير مسؤول صحيح، نكون أمام بلاغ للنائب العام أخذ خطواته الأولى في الناحية القانونية. استقدم السيد المستشار معالي النائب العام المصري تحية إجلال وتقدير، مقدمه لسيادتكم المواطن محمد سيد عبد الله المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وشهرته محمد رشوان المحامي، ضد كل من الإعلامي هشام الخالصي مقدم برامج رياضية بقناة بي ان سبورت، الإعلامي أو الصحفي علي السيسي، السيد رضا عبد العال، الإعلامي أحمد جمال، وآخرين من أصحاب الصفحات اللي خاصة بيهم على صفحات أو على الفيسبوك وعلى تويتر. وبيقول البيان البلاغ اللي قدم للرأي لمعالي النائب العام وحمل رقم عوارض النائب العام رقم 12797 على 2018، انه بتاريخ الجمعة الموافق 2/11 اقيمت مباراة، ثم يحكي عن ما حدث من هذه الوسائل الإعلامية. وبيقول مقدم البلاغ للنائب العام ان هذا البلاغ مرفق طيه حافظة مستندات كاملة طويت على محتوى أفعال المشكو في حقهم بمواقع التواصل الاجتماعي والبرامج المختلف، وبناء عليه وحيث تمر الدولة المصرية بمرحلة دقيقة تحتاج إلى الحزم من سيادتكم في تطبيق القانون، فإن مقدمه يلتمس ويستغيث بكم حماية للأرواح من شباب مصر التي لم تبرأ بعد من جرح شهداء كرة القدم الأبرياء في الملاعب، وتطبيقا لأحكام القانون نلتمس التحقيق في الوقائع المسندة للمشكو في حقهم واستجوابهم وتكليف الجهات الشرطية بإجراء التحريات اللازمة عن الواقع وإحالة المشكو في حقهم إلى محاكم جنائية تحقق العدل. ده البلاغ اللي قدم للنائب العام ضد عدد كبير جدا من هؤلاء المنفلتين اللي مارسوا الكثير من أفعال التحريض، أفعال الإساءة للنادي الأهلي، أفعال بث الكراهية ونشر التعصب بين الجماهير المصرية والتونسية، وتهيئة المسرح الرياضي لاستقبال لا قدر الله ما لا تحمد عقباه. بهذا الشكل الإجابة أظن أن هذه المبادرة هي مبادرة موضوعية، مبادرة جاءت في وقتها، يجب أن يبنى عليها الكثير من المبادرات، ويجب أن لا تكون موجهة إلى النائب العام فقط ولكن إلى المجلس الأعلى للإعلام اللي لازم يشوف احنا وصلنا الى اي مستوى. الناس بتتوقف مره واثنين وترجع تكرر نفس الزعم ونفس التحريض ونفس تزييف الحقيقه. يا جماعه الموضوع جد خطير، احنا مش هننتظر ما يحصل كوارث. قدامنا الجناه هم المحرضين هم، ايه اللي يفرق بين دول وبين الذين يحرضون على الارهاب يا استاذ ابراهيم؟ الاثنين بيسعوا الى قتل الابرياء، ولا يعني كيف نفرق؟ ده في كلام هنا بيقول كرروا مذبحة بورسعيد جايين لكم، وفي واحد بيقول لك يا ريت عندي تذكرة اروح وشارك في هذه المذبحة. طيب
طيب احنا دلوقتي الاتحاد الافريقي اخطر النادي الاهلي حالا بقراراته بايقاف وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي مبارتين وغرامه 20,000 دولار على النادي الاهلي واستدعاء باتريس كارتيرون المدير الفني للمثول امام لجنه الانضباط واعطى الكاف للاهلي حق الاستئناف ضد القرارين الثاني والثالث اللي هو الغرامه واستدعاء كارتيرون لكن ايقاف وليد ازارو نافذ لمباراتين. وهنا انا عايز اقول حاجه بالنسبه لوليد ازارو. طبعا استدعاء كارتيرون مش واضح، كارتيرون هو اللي اشتكى انه تعرض للاعتداء بشكل مسيء جدا ومهين من قبل احد لاعبي الفريق التونسي. لكن فيما يخص وليد ازارو، وليد ازارو واضح جدا عشان السلوك غير الرياضي اللي بيتعلق بالفانيلا. الفانيلا اللقطه بتاعت وليد ازارو مش موجوده في الشريط الرسمي للمباراه كمستند، لكن موجوده كلقطه تم تصويرها من قبل احدى الكاميرات المصوره للمباراه اللي قام بتسريبها مخرج المباراه المصري قولا واحدا، هو اللي قام بتسريب هذه المباراه المخرج هشام عبد الودود. لكن كمان كان عنده بجانب هذه اللقطه اللي سربت لوكالات خارجيه كان في لقطه ايضا للاعتداء على كارتيرون مدرب الفريق المصري، ده تم تسريبه للاسهام برضه في الاتجاه نفسه. وما تم من اخطاء على الاقل انه كارتيرون يتم ضربه بالشلوت من احد لاعبي الترجي لقطه اتصورت بس خلاص ما حدش له علاقه بيها، انما وليد ازارو يتم التشهير بيها لدرجه ايقافه من التلفزيون المصري. بالظبط الى هذا المستوى، ها، وكان النادي الاهلي لا ينتمي الى مصر، لا ينتمي الى انك انت نادي بيحقق الارقام وبيناطح ريال مدريد وانت عايز تشده حتى من خلال العاملين بالتلفزيون الدوله واذاعه الدوله. صحيح الصبح انت قعدت تسمع ساعتين في الاذاعيه نجلاء عبد البر امبارح يمكن اكتر من شكوى جايه من جمهور الاهلي على مدى ساعتين من 8 ل 10 صباحا في اذاعه الشباب والرياضه الاذاعيه نجلاء عبد البر، وهي زملكاويه بس ده مش ده الموضوع، لكن دي اذاعه مصريه. لما يكون المعالجه من اذاعه مصريه مع فريق مصري بيخوض مباراه في غايه الاهميه واحداث شديده الاهميه وتتم المعالجه بكل هذا الامر في الاذاعه المصريه وفي قناه النيل للرياضه اللي فيه رسائل كتيره جايه ضد الزميل طارق رضوان واخرين، تخصيص القناه قناه النيل للرياضه، انا بتحدث عن التلفزيون المصري والاذاعه المصريه تجاه فريق يمثل مصر شاءوا ام ابوا. وفي النهايه نسال على الجمهور متضايق ليه؟ الجمهور زعلان ليه؟ الجمهور بيتحرض ليه؟ الجمهور غضبان ليه؟ لما يكون وسائل الاعلام الوطنيه ايه الحرص ده على اعاقه النادي الاهلي؟ ايه الحرص ده؟ ايه يعني كيف يستغل كل واحد منهم ما يتاح له من وسائل اتاحتها له الدوله عشان يسيء لنادي بحجم النادي الاهلي؟ صرف النظر سيبك بقى من الماتش والتحكيم، هو الاهلي ذنبه ايه حتى لو التحكيم كان غلط؟ او هنثبت ان التحكيم ما كانش غلط، استنوا معانا. لكن هو النادي الاهلي عمل ايه؟ النادي الاهلي عمل ايه؟ كارتيرون عمل ايه؟ ولا حاجه. التيشيرت اللي اتقطع ده تاثيره ايه على قرار الحكم؟ ده ما بصش عليه حتى، ده راح للفار ورجع ودي هنوريها لكم. يعني لم تكن بهدف التاثير على الحكم، غلط الله اعلم بدوافعه ايه، لازم كان يحقق معاه انت عملت كده ليه. انما القرار كمان برضو انك بتاخده، وبعدين القرارات التاديبيه اللي اتاخدت ضد الترجي هي قرارات اتاخدت مؤجله، يا ترى قرار وليد ازارو مؤجل؟ يعني لا هو لا المباراتين القادمتين ايوه ما انا بتكلم، يعني انت دي المباراتين القادمتين يعني دي والسوبر ها امال ولا في كاس العالم للانديه لو ربنا وفقنا. يعني هي الفكره انت خدت قرار بدون تحقيق وما اجلتوش زي القرارات اللي خدتها ها وقلت تؤجل، قرارات مؤجله لبعد النهائي. ما علينا، ده موضوع مش اذا كان اي طرف اخطا فليتحمل خطاه ايا كان الغرض، هو عمل كده ليه؟ لان لم يكن له اي علاقه بقرار الحكم
في احتساب الحكم راح هيشوفوها راح ما حسبش حاجه الاول لمده سنتين ثلاثه وبعدين تم استدعائه من الفار اللي يقولوا له في ضربه جزاء. وبمناسبه ايضا الاعلام الوطني يعني لجنه متابعه وتقييم الاداء الاعلامي التابعه للمجلس الاعلى للاعلام اتمنى ان هي تبص على محتوى ما تم اذاعته في اذاعه الشعب امبارح لانه انا لما يكون واحد زي الكابتن رضا عبد العال لما يطلع رضا عبد العال قبلها بليله يقول في حق الاهلي وفي حق التحكيم وفي حق الجمهور ما قالوا في قناه خاصه ليكن ايه الحرص على استضافته لمده 20 دقيقه في اذاعه الشباب والرياضه الصبح عشان يكرر نفس الكلام في الضغط على جمهور الاهلي وفي ايقاع الضرر بالنادي الاهلي وحقوقه في المباراه. لماذا هذا الحرص؟ افهم ان هو يطلع في برنامج خاص لنادي الزمالك ليكن. برضو نقدر نناقش ده ونقدر نختلف او نتفق، لكن في اذاعه مصريه اذاعه وطنيه اذاعه الشباب والرياضه من 8 ل 10 هي دي المساهمات اللي بيدوها للنادي الاهلي؟ هو ده الدعم اللي بياخده النادي الاهلي منهم؟ ايه الغل ان النادي الاهلي ما كسبش ده؟ ايه ده؟ يعني حاجه بقت تضحك. احنا عايشين في مشهد غير مسبوق يا استاذ ابراهيم على مدى تاريخ الكوره ومدى تاريخ الرياضه بشكل عام. المشهد اللي احنا عايشينه ايه الحرص ان تتزور جوابات تكرس اجهزه اعلاميه بعضها منسوب للدوله للاساءه للنادي الاهلي وتشويه صورته وتتسرب لقطات ما كانش حد طالبها منك عشان تسربها وما سربتش بقيه اللقطات اما جيتش اديت للنادي الاهلي اللقطات اللي تثبت ان له حق لا سمح الله ان له حق ما اللعيب اللي ضرب كارتيرون ده ما هو متصور طب ما تروح بقى يشوفوه مين انما جيت على الواحد كل اللي عمله انه قطع فانيلا في مشهد غير مقبول ما زلنا ننتظر اي قرار اي راي اي تفسير من قبل لجنه متابعه الاداء الاعلامي برئاسه الاذاعي الكبير الاستاذ فهمي عمر هم طلعوا بيان بس ايه بيان بيناشد الجميع يا جماعه ما احنا عدينا مرحله المناشده مرحله الحساب بقى مرحلة الحساب بقى وفي حاجات مش مستدعية انك تكتب شكوى صحيح انت يعني شايف ده انت في شايف تحريض على دم صحيح بيتم من خلال وسائل اعلامية هنستنى ايه ده بلاغ لمباحث الانترنت لمباحث يعني الاعلام له مباحث قطعا طبعا يعني ده كلام انا اتصور ان يعني المجلس الاعلى للاعلام الحاجات اللي رصدها بنفسه ياخد فيها قراراته الحاجات اللي هو عايز ينقب فيها يبعتها للمباحث صحيح اتصور ما يحمل الشق يا جماعه احموا الايام القادمه سيبكم من الاهلي يكسب البطوله ولا ما يكسبهاش احموا الايام القادمه ماذا نقدم لشبابنا احنا بندفعه الى ايه احنا ايه كميه نشر الكرايه وكان الرياضة أصبحت هي المجال لنشر الكراهية والدم. يا جماعة احنا ما بنتعلمش من الدروس. ما صدقنا إن احنا يعني رتقنا التمزق اللي حصل في العلاقات مع الجزائر. ومن خلال كرة القدم والنادي الأهلي أيضاً استطعنا إن احنا نعيد الثقة. نقوم نيجي نكررها مع ناس أصلاً بيننا وبينهم كل الحميمية. كل الود هو ده. اللي اتعمل نفس الجيم في العلاقه اللي بينه وبين الانديه المصريه وفضلوا لما سمموا العلاقه بينه وبين انديه القناه هم نفس الاشخاص وبنفس اللي كان اما اول ما تحصل بتاع يطلع لك واحد يقول لك ايه يجيب بقى الناس من على القهوه بورسعيد وفي الاسماعيليه مستعد ايه عشان يروح يعملوا مظاهرات ويوقف ده كلام ماذا تريد ان تصل اليه؟ يعني التاريخ يا جماعه مش هيتكتب النهارده. التاريخ هيتكتب بعد ما يجي ناس بتشوف المشهد على حقيقته وبعدين. وكل الادوار دي هتتكشف كل واحد هيحاسب على قدر احنا حريصين ان احنا ما نخشش لعبه طب احنا كم مره حردنا ضد نادي الزمالك؟ عمرنا. صحيح. وكان في هناك الكثير من الامور نقدر نتكلم فيها. لكن مش دورنا. لكن لما تبقى انت كمان حتى كل الاعلام مش بيتكلم غير على الاهلي ما بيتكلموش على حد تاني التصيد ضد الاهلي تزوير مستندات للنادي الاهلي
لجنة الأولمبية يزوروا لها مستند يتعرض على مجلس الشعب وتطلع لجنة الأولمبية ببيان، ولا حياة لمن تنادي. وصلنا لإيه بعد كده؟ حدش فكر يشوف المستند ده جالهم إزاي في مجلس الشعب ويحاسبوا عليه. النهاردة أنت هتثبت دلوقتي، هتقرا حاجة. استنوا معانا ما الأستاذ إبراهيم يقرا. طيب، أيضا في إطار هذا العبث الشديد جدا، النادي الأهلي الشركة الراعية ليف بريزنتيشن، طبعا تابعته، لكن هناك تفاصيل كثيرة في هذا السياق هنتكلم فيها. إنما على الناحية الخبرية، مجلس إدارة النادي الأهلي يأخذ على عاتقه مهمة سفر معظم أعضائه مع الفريق إلى تونس عشان الناس تبقى مطمئنة. والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يرأس البعثة المسافرة صباح غد إلى تونس إن شاء الله لملاقات الترجي. جاء قرار الكابتن محمود الخطيب برئاسة البعثة نظرا لأهمية المباراة ولأهمية الحدث، وأيضا لمساندة الفريق بكل قوة وهو يخوض هذه المباراة المهمة اللي بتتطلع فيها كل جماهير الأهلي والجماهير الكرة المصرية المحبة للانتصارات، إن الأهلي يستعيد بإذن الله تعالى لقب دوري أبطال أفريقيا. أيضا هيسافر العميد محمد مرجان المدير التنفيذي منسقا لبعثة الأهلي في تونس لأهمية الحدث وتوقيته. وتمت خلال الفترة الأخيرة كثير من الاتصالات مع السفارة المصرية في تونس والمهندس سمير عدلي المدير الإداري للنادي اللي سبق البعثة بالسفر إلى تونس بناء على تكليف من الكابتن محمود الخطيب حتى يتم الانتهاء من كل الترتيبات اللازمة. تم تشكيل وفد رسمي يضم اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الأهلي في الشيخ زايد، واللواء عماد فوزي مدير أمن الشيخ زايد أيضا، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري اللي استقبل بعثة الترجي عنده حضورهم قبل أيام لأداء مباراة الذهاب اللي انتهت بفوز الأهلي بما يعكس هذه العلاقة المتميزة. كارتيرون من جانبه اختار القائمة المسافرة صباح غد الثلاثاء إن شاء الله إلى تونس. القائمة ضمت 22 لاعب، هيتم استبعاد طبعا وليد أزارو بعد قرار إيقافه لمدة مباراتين. القائمة المختارة شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، في خط الدفاع سعد سمير وسليف كوليبالي وصبر رحيل وأيمن أشرف ومحمد هاني وباسم علي، وفي خط الوسط عمرو السولية وحسام عاشور وكريم ندفد وأكرم توفيق وإسلام محارب وأحمد حمدي وأحمد حمودي وميدو جابر وناصر ماهر، والخط الهجوم وليد سليمان وصلاح محسن ومروان محسن. هو مكتوب اسمه وليد أزارو بس أنت متوقع أن يتم استبعاده. بالضبط، ممكن يسافر على سبيل دعم زمايله لكنه لن يكون من حقه المشاركة وفقا لقرار الكاف. كارتيرون ركز في التدريبات الخططية على بعض الجمل المهمة بالنسبة له في المران قبل السفر إن شاء الله إلى تونس، ومن الطبيعي جدا أنه المدير الفني يستقر في هذا المران على كل النواحي التكتيكية اللي بينوي تنفيذها في مباراة الجمعة إن شاء الله. شهدت التمرين تقسيم اللعيبة المجموعتين بطول الملعب بحارسي مرمى، وركز كارتيرون على بعض الجمل المهمة. بينما أحمد فتحي قلب نجم الفريق المصاب واللي خرج بإصابته من المباراة الأخيرة بشد في العضلة الأمامية بينفذ برنامج تأهيلي ولن يتمكن من السفر أو المشاركة في المباراة. علشان الناس تطمن، يعني كل التحريض وكل الأعمال اللي انتوا بتتابعوها هنا على وسائل الاعلام المصريه والمصريه للاسف، في هناك جهود دبلوماسيه كبيره تبذل على مستوى كبير لحفظ هذه المباراه. في اتصالات طبعا على اعلى مستوى في الخارجيه المصريه مع السفاره المصريه في تونس لحفظ النظام في هذه المباراه وتامين سلامه البعثه. بالمناسبه استاذ ابراهيم، اتمنى من اعضاء مجلس الشعب خاصة لجنة الشباب وبعض الأعضاء البارزين زي ما سافروا يأزروا الزمالك في مباراته في السعودية، أتمنى أنهم أيضا يكونوا موجودين عشان يشوفوا بعينيهم ويرصدوا بعينيهم الأمور ماشية إزاي. هتبقى لافتة يعني مسؤولة وكريمة ومحل تقدير. يعني على سبيل التنظيم اللي احنا بنتوقع انه على المستوى الرسمي كل اللي انتوا شايفينه ده ولا هتلاقوه له اي تأثير على المستوى الرسمي،
هتلاقوا التنظيم في منتهى الدقة، في منتهى الانضباط، في منتهى الحسم إن شاء الله، لأنه الاهتمام على أعلى مستوى. رئيس الوزراء التونسي السيد يوسف الشاهد استقبل رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء ورئيس نادي الترجي حمدي المؤدب للاتفاق على ضرورة استقبال بعثة الأهلي أفضل استقبال، وضرورة توفير كل أساليب الحماية والنظام في هذه المباراة اللي تم الموافقة على حضور 60,000 مشجع ليها في ملعب الأولمبي في رادس. شدد رئيس الوزراء التونسي على ضرورة استعداد الترجي بالشكل الأمثل لمباراة الأهلي وتشريف الكرة التونسية بالحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا، وده شيء طبيعي طبعا. رئيس وزراء تونس من الطبيعي جدا أنه يساند فريق بلاده، لكن الأهم منه أنه يطالب بكل الإجراءات السليمة لحفظ سلامة وتأمين البعثة المصرية. أيضا السفير المصري في تونس السيد نبيل حبشي أكد أنه تواصل مع المهندس سمير عدلي فور وصوله إلى تونس لتسهيل كل الأمور ووضع كل الترتيبات. ونشد السفير المصري في تصريحات إذاعية مع سيف زاهر تونس، قال أن تونس بلد شقيق، كل مباراة ليها ظروفها، اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على بعثة الأهلي سواء اللاعبين أو الجهاز الفني أو الجماهير المرافقة للبعثة. وطلب السفير المصري الجماهير المسافرة إلى تونس بضبط النفس، بالالتزام بعدم استفزاز الجماهير التونسية، بعدم الدخول في أي مشدات أو غيره، وأعلن الاستعداد التام من جانب الأشقاء في تونس لتأمين البعثة المصرية. أشار السفير المصري في تونس إلى أن التنسيق مستمر وبقوة على كافة مستويات الدولة، وقال أن احنا بنعمل في السفارة مع كل المستويات بالحكومة التونسية، وهناك ترحيب كبير من جانب الأشقاء في تونس ببعثة الأهلي. وده اللي أنا قلته لكم، ساعة الجد الأمور بترجع للوضع الطبيعي، والوضع الطبيعي تونس دولة تمتاز فيها إرث حضاري كبير. تونس في كل تاريخ المشاركات الرياضية بين مصر وتونس ما كانش في أي توتر شأن، برغم قوة المنافسات كتير جدا لما الكرة المصرية مع الكرة التونسية في تصفيات كأس العالم لفترات طويلة جدا، رغم قوة المنافسة ورغم فرص الفرق المتنافسة، إلا أنه حقيقة محدش شاف قبل كده في توتر في مباريات مصر مع تونس أو مباريات الأهلي بالخصوص مع الأندية التونسية وفي الأساس منها وعلى بإذن الأخص الله منها الترجي. ده بالنسبة لله بإذن الله يا أستاذ إبراهيم، اللي هيتأكد كمان لما منتخب تونس يجي يلعب في مصر. بالظبط، لأنه تونس المنتخب يوم 14 نوفمبر جاي اللقاء على أعلى مستوى من الحميمية والترحيب. صحيح. فالناس دي يا جماعة حرام عليك. تملي بنتكلم على أن تونس دولة متحضرة، دولة مثقفة، دولة فيها درجة من الوعي عالي جدا، درجة فيها حتى من الالتزام بالروح الرياضية اللي خلى الأهلي أكتر من مرة يتوج من تونس والجمهور يصفق له. ده حصل كتير. لكن إن احنا من هنا نصدر لهم هذا التحريض ومن هنا نعمل على بس كل هذه الكراهية، ده من قبل الماتش يا إبراهيم. من قبل الماتش. التحريض كان من قبل الماتش. بالظبط. وإحنا رصدنا بعض حاجات. على سبيل مباراة مصر وتونس اللي أشار ليها المهندس عادل القيعي اللي هتكون في تصفيات الأمم الأفريقية، خفير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري اختار 16 لاعب من المحترفين بالأندية المصرية لأداء هذه المباراة اللي هتكون بإذن الله تعالى في برج العرب. القائمة المختارة من قبل أجيري ضمت عمرو السلية ومروان محسن من الأهلي، طارق حامد من الزمالك، محمد هاني وأيمن أشرف ومحمد الشناوي من الأهلي، وأيضا محمود الونش من الزمالك، وصلاح محسن من الأهلي، وباهر المحمدي من الإسماعيلي، ومحمد محمود من دجلة، ومحمود عبد الرحيم جنش من الزمالك، ومحمد أبو جبل سموحة، ومحمد حمدي بيراميدز، وأحمد أيمن منصور من بيراميدز، وإسلام جابر من الداخلية، وطاهر محمد طاهر من المقاولين العرب. معسكر المنتخب هينطلق إن شاء الله يوم 12 نوفمبر الجاري في برج العرب، حتى المباراة المقرر لها يوم 16 من نفس الشهر، والبعثة التونسية هتصل يوم 14 المباراة في برج العرب. وكان أجيري أعلن قبل كده 11 لاعب محترف في الخارج هينضموا مع زملائهم المحليين لمعسكر المنتخب. يعني هم معاه 27 لاعب هيختار من ضمنهم. بالظبط. بس ملاحظتي المرة دي مفيش مروان محسن. مفيش مروان.
لا في موجود مروان، مروان محسن عمرو السلية تاني اسمه على طول، عمرو السلية ومروان محسن. مروان محسن ايوه اهو وصلاح محسن، وصلاح محسن واستمر غياب وليد سليمان في اللغز الغريب. في نوفمبر، في الخامس من نوفمبر تحل الذكرى السنوية الخامسة لوفاة المغفور له بإذن الله الفريق أول عبد محسن كامل مرتجي رئيس النادي الأهلي الأسبق. الفريق مرتجي واحد من رموز النادي الأهلي الكبار، واحد من قادة القوات المسلحة البواسل، رأس النادي الأهلي لمرتين، كل مرة فيهم كانت يمكن الأولى كانت بالتعيين في 15 ديسمبر 65، في 15 ديسمبر 65 تم تعيين الفريق مرتجي رئيسا للنادي الأهلي، استمر في هذه الولاية لغاية 13/7/67، خلال سنتين فقط بالتعيين في هذه الفترة، ووقفت الكورة بعد كده. ثم حصل طبعا وقف النشاط الرياضي وحصلت تداعيات كتيرة، لكن في فترة ثانية انتخب رئيسا للنادي الأهلي من قبل الجمعية العمومية في 8 نوفمبر سنة 72 واستمر حتى 12 ديسمبر 1980، يعني دورتين من 72 ل 76 ومن 76 ل 80. في 76 خاض ضده الكابتن صالح سليم عليهما رحمة الله الانتخابات، وفق الفريق مرتجي في انتخابات 76، ووفق الكابتن صالح في انتخابات 80، ووفق ايضا في 84، واستمر الكابتن صالح من 80 ل 88 في الولاية الاولى ليه. الفريق مرتجي تاريخ حافل بالعطاء المشرف وطنيا واهلويا ايضا. هو الفريق مرتجي لازم نذكر ان في عائلات في النادي الاهلي، اي يعني الشريعي، فهمي، خشبه، في عائلات في النادي الاهلي، كمال حافظ والتيتش، وفي عائلات فيها نسب وصهر ونسب. ايوه قال فهمي مناسبين مرتجي. يعني قال فهمي دول منهم جلال عز ومجد عز وطبعا مرتجي خالد مرتجي ومحمد مرتجي واميره مرتجي، فالعائله يعني هم متجذرين في النادي الاهلي. لذلك تجد الفريق مرتجي لحد ما توفاه الله، انا اذكر ان هو بعد سن الثمانين انزلق قدمه وجاله كسر في الحوض. الكسور في الاعمار دي بتبقى يعني شديده قوي، تكاد لا تلتئم. فكنت اشوفه حريص يجي يصلي الجمعه بالذات على المشايه اللي هي مشات اللي بالعجل دي، ومعاه حد، ولكن لم ينقطع عن النادي الاهلي. هم دول يعني ولاد النادي الاهلي. هي دي الرموز وهي دي القيم الحقيقيه والقمم الكبيره في تاريخ النادي الاهلي. الراحل الكبير الفريق مرتجي يتحدث عن مبادئ الاهلي، عشان تشوف انه مبادئ الاهلي ليست صنيعه افراد وليست مرتبطه بعصر من العصور. مبادئ الاهلي ولم ينكرها اي رئيس، وكل رئيس تولى حافظ عليها بقدر احتفاظ الناس بقيمته. هي دي كانت خلاصة المسألة، بقدر حفاظ كل مسؤول في النادي الأهلي على قيم ومبادئ النادي الأهلي، بقدر احتفاظ الجمعية العمومية وأعضاء النادي الأهلي لهذه القيم أو لهذه القمم بتلك القيم. يا سيدي نشوف الفريق مرتجي يتحدث في أحد لقاءاته، كان الحقيقة في برنامج الأهلي في 100 عام، عن مبادئ الأهلي. نشأة النادي الأهلي سنة 1907، مين اللي تولى النادي الأهلي؟ كلهم عظماء البلد، هم دول اللي وضعوا الأساس، وضعوا التقاليد، وضعوا المبادئ اللي النادي الأهلي ماشي فيها، وأي واحد بيمسك النادي الأهلي لازم يمشي على هذه المبادئ. ما فيش حد عمل مبادئ جديدة، دي مبادئ كلها موروثة. شوف الفريق مرتجي يتحدث عن المبادئ، وقال مبادئ محطوطه منذ نشاته، محدش عمل حاجات جديده، لان دي خلاص الدستور بتاعنا اللي كلنا بنحافظ عليه، ما معناه يعني، واحنا كلنا محافظين عليه. ولاد النادي يفهموا يعني ايه كلمه مبادئ.
فدي لما كانت قضيتنا ما كناش بنتكلم من باب اللغو، اللي هي القضية اللي بيحاول دلوقتي كل خصوم الأهلي إنه يعتادوا عليها ويلغوها. خوفنا كان على النقطة دي، والحمد لله إن نعتبر إن في كده وعكة، وبعدين استردينا تاني من يحافظ على هذه الموروثات التي تميز النادي الأهلي فقط. طيب الفريق مرتجي أيضا في فيديو تاريخي قديم ليه الحقيقة مهم جدا مع الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم في التلفزيون المصري سنة 71، نفتكر مع حضراتكم. فعايزين نتكلم عن الألعاب، الرجولة في الملعب، يعني ضروري في كلام بالنسبة للعيبة من رئيس النادي قبل ما بينزل، يعني بتوصي تقول له خلي بالك على الكوره، يعني ما يعني يمكن انا سمعت مره بيقولوا لهم ما تخافش على رجلك، خاف على الشبكه، يعني خاف على الفريق بتاعك. فمدى الرجوله في الملعب هل ممكن توصل للخشونه؟ لا، طالما ان هو بيلعب على الكوره ما بتوصلش للخشونه. إيه؟ وانا في متيقن ان كل لاعب بيوصل للخشونه هو راجل مش الفورمه، مش واثق، يبتدي يضرب ويبتدي يعمل، يبقى مش واثق من نفسه. انما هو لازم يشترك في كل لعب، بس يبقى ملاحظ ان هو بيشترك على الكوره مش على رجل زميله او على بطن زميله او على حاجه. انما احنا بنقول دايما لعيبه خليكم رجاله وابطال، والنتيجه دي ما بتهمش. انما ان هو يضرب، لا، انا ما احبش ابقى حد يضرب في من اللعيبه بتوعه. طب رايك ايه في كابتن مروان لما بيضرب لعيب مثلا؟ بزعق له بعد المباراه. مش بيبقى في بعض الاحيان معاه حق ولا عمره ما بيبقى معاه حق؟ ما هو هنا نفترض ان هو ضرب وبعدين الحكم خرجه. انا استفدت ايه او النادي بتاعه استفاد ايه؟ ما هو عطل، النادي عطل. فاحنا بنقول ان كل واحد يلعب ويعمل يعني يسيطر على اعصابه لغايه ما يخلص المباراه. طب هو يمكن ندخل كمان من الناحيه الشخصيه شويه بالنسبه لضيوفنا الكبار. عاوزين نعرف الاولاد مثلا، اولاد سياده الفريق بيلعبوا كوره، مدى تشجيعهم، مراد حضرتك يعني تكلمنا شويه. انا عندي الولد الصغير ده طبعا بيلعب في الصغيرين بتوع المدرسه بتوع النادي الاهلي. أيه. ويمكن هو زميل لحكم ابني. أيه. ده اهلاوي شنيع، يعني هو امبارح بعد ما اتغلبنا لا روح لا كل ولا شرب ونام، ومش عاوز يروح المدرسة وعاوز يقعد في البيت علشان اتغلبنا الغلب اللي دخل فيه سوء الحظ. اخوه الكبير وده ضابط في القوات المسلحة برضه اهلاوي متعصب، انه مش زيه يعني، لكن برضه بياكل يعني امبارح لا بياكل. هو بقى اللي بطالة جدا هي ست والدته، لان دي ماتش او مباراة، بس دي ما بتروحش يعني المدام ما بتروحش خالص، ما تقدرش تشوف النادي الاهلي بيلعب اطلاقا، يجي لها على طول عصبي وقيء. ممكن يوم النادي الاهلي ما يلعب لازم تاخد اربع خمس حبات من قومه عشان تنام مده المباراه. طب قد ايه تبقى حلوه لما تصحى تلاقي الاهلي غلب؟ لما يكون الاهلي غلب، لكن امبارح ما كانتش الحكايه حلوه ابدا. طيب واضح جدا انه فيديو كان بعد أحداث مباراة مروان الشهيرة جدا الأهلي والزمالك وما حدث فيها من شغب، لكن الملاحظ في وجود حلمي زمورة القيمة الزملكاوية التاريخية الكبيرة اللي الأيام دي ذكرى رحيله أيضا، الفيديو فيه كمان الكابتن حمادة إمام وكابتن مروان كنفاني حارس مرمى النادي الأهلي وقتها، ما فكرتكش بحاجة؟ فكرتني. فكرتني، وأنا عايز أعلق بقى يعني طبعا بالإضافة لكلام الفريق مرتجي عن أسرته قبليه عن المبادئ والقيم، فكرتني عن مدى حرص الدولة لتعميق وإزابة أي خلاف وتعميق التعاون وإظهار مسؤولية القيادات. اتنين رؤساء نادي قاعدين في ظل عقب أزمة حدثت واتلغى بسببها المباراة ويمكن الدوري بعد كده ما نفش، لكن شوف الكابتن حلمي زمورة والفريق مرتجي قاعدين في ظل مع اتنين من لاعب اهلي زمالك بيتكلموا ازاي وقاعدين مع بعض ازاي، ايه النفس الهادي ده، ايه الرقي ده، ايه الشياكه دي، ويستنكر يقول لك انا بكسب ايه ان اللعيب عندي يضرب،
بالعكس احنا مش عايزين لعبتنا لا تبقى عنيفة ولا عايزين لعبتنا استنكار مش دفاع عن الخطأ. هو ده انت عارف احنا وصلنا لايه. انا كنت في مجلس الادارة مع السادة الفريق من 76 ل 80 فمن كتر الحرص على ان احنا ندي نموذج للعلاقة الطيبة والتعاون بين الاهلي والزمالك وان مفيش تعصب. تذكر انت الكابتن الخطيب لما خد الكابتن حسن شحاتة وراح للجمهور اتعمل مكتب تنفيذي مشترك ثلاثة من الاهلي وثلاثة من الزمالك للتنسيق في القضايا المشتركة. ست افراد كان ليا الشرف ان انا اكون واحد من ثلاثة بتوع النادي الاهلي. كان كمال بيه ده في مجلس 76 في مجلس 76 هو ده الحرص. شوف وصل لايه. طب واحنا هنستفيد ايه من 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 ان احنا نبقى خصوم؟ طب ما تيجي نستفيد في ان احنا نبقى اصحاب مصلحه في قضايا مشتركه نبحثها مع بعض مش نزور جوابات دلوقتي وندسها علشان نوتر علاقات ونسمم البير على على بعضنا. عايز اقول لك شوف قمه المسؤوليه في المباراه ديت. كابتن صالح سليم عليه رحمه الله كان مدير الكوره في الواقع. ايوه طبعا الناس وقتها انشغلت هو مروان ضرب ولا انضرب، هي بنالتي ولا مش بنالتي، هو الديبه صح ولا غلط. كابتن صالح مدير الكوره تقريره لمجلس الاداره ادان الكابتن مروان. شوف بقى المسؤوليه انه المسؤول عن وبسببها اتوقف الكابتن مروان من قبل النادي واخد بالك. لكن شوف انت مدير الكوره لما يكون ملوش دعوه بكل الدوشه اللي بتحصل ويكون مسؤول. على فكره عشان الناس ما تفتكرش ان فيها سلوك، دي كانت كوره في الهواء مشتركه واشترك برجله. اشترك برجله يعني مش بركبته. مش راح ضربه من غير كوره ولا عمل بركبته وبعدين اتحسن يعني هو فكان الخلاف هو اللي بيحصل ان يكون بيخاف على نفسه فجاي يحمي نفسه بركبته بعنف بالظبط ضربه جزاء خلاص اقر بيها الكابتن صالح في تقريره كمشرف على الكوره. انا بتكلم على المشهد الراقي الوقور، اثنين رؤساء نادي والتلفزيون حريص يناقش المشكلة ويقضي عليها ويقدم النموذج الطيب. مش ان احنا دلوقتي برامج التلفزيون المصري بتهاجم نادي مصري وبتكرس المشاعر ضده والامور بتعدي. هو ده الفارق، فارق الاجيال، فارق التصور، فارق القيم، فارق المفاهيم. عشان كده كان الصغيرة لما ما بتعديش مفيش كبيرة، مفيش كبيرة. انما احنا في دم دلوقتي وبنكرر الاخطاء ان يتكرر دم، وفي صراع بين اشقاء بنكرره بنفس البراعه، بنكرر اخطائنا بنفس التمسك والحرفيه، ولا احد يحاسب احد. ده اللي خضضني انا، مش خضضني ماتش ولا مخضضني بتاع، هيحدث ما يحدث. ها ما احنا ثلاث بطولات راحت مننا، كان زماننا دلوقتي شاركنا لثمان مرات احنا اصحاب الرقم القياسي على مستوى العالم بالظبط، واضاعت علينا ست القاب. الثلاث ماتشات دول اضاعوا علينا ست القاب يا استاذ ابراهيم. صحيح. هنيجي لكشف الحساب ده كله، بس كمان في ختام كلام الفريق مرتجى عليه رحمه الله بيتحدث عن اسرته، فبيتكلم على انه ابنه الصغير مجنون بالاهلي، وقال انه لما الاهلي اتغلب في الماتش ده ما بيرضاش يتعشى وما بيرضاش يذاكر وما بيعملش اي حاجه. ده بالمناسبه المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي حاليا. بصوا مراحل التكوين والارتباط بالنادي الاهلي، بس كمان الكابتن صالح سليم عليه رحمه الله، عشان كده دي دروس، دروس لكل الاجيال. كابتن صالح وهو رئيس للنادي في التسعينات 96 الاهلي بينظم كاس الكؤوس العربيه الخامسه هنا في اول اهتمام للاهلي بالبطولات العربيه، وكان المهندس عادل الخيع مدير النادي ومدير البطوله والاهلي اخذ على عاتقه مهمه انجاح البطوله العربيه. كابتن صالح سليم اللي كان بينه وبين الفريق مرتجي كل هذه المنافسة الانتخابية الشريفة والعنيفة جدا في قوتها، لكن كانت كلها التزام بمبادئ النادي وتقاليده. كابتن صالح بيوكل إلى المهندس خالد مرتجي العمل في لجان البطولة عشان يقدم تجربة إدارية رائعة أنا شخصيا كنت شاهد عليها وعلى انطلاقته فيها، لدرجة إن احنا سميناه وقتها المكوك. ده كان خالد مرتجي. فبصوا لما الفريق مرتجي يتحدث عن ابنه الصغير اهلاوي قد ايه، ثم تفضي الايام بانه هذا الابن المعجون بحب الاهلي يبقى عضو مجلس اداره بارز في النادي. هو ده اللي الناس اللي نشات ورضعت من نجيله الاهلي. بالظبط، رضعت من نجيله الاهلي. في اختلاف، في اهلاويه يقول لك ترانزيت ماشي
واهلاويه ولهم تقديرهم عندنا، مش هيفهموا يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله او مش هيقدروه. انما اللي عاش كل المراحل دي وتدرج في اللجان وخد مسؤوليات لا هيبقى فاهم لما تيجي قضيه ولا ازمه كيف تدار الازمات في النادي الاهلي من خلال اولاده، تدار بشكل يفيد الاهلي بس مش يفيد اصحاب اداره الازمه. صحيح. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام كبير يكشف ويكسف ايضا. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه من الحاجات اللي الغريبه جدا من الاتحاد الافريقي انه يحدد يوم الاربعاء قبل المباراه بيومين جلسه نظر الالتماس المقدم من الترجي لرفع الايقاف عن 2 لعيبه اخذوا انذارات في المباراه. يعني 2 لعيبه اخذوا انذارات في المباراه، ده قرار حكم، ده قرار حكم لاسباب كان ممكن يطردهم. واحد بيضرب بكوع، واحد بيرتكب عنف، واحد طبق عليه قانون الكوره، طبق عليه قانون اللعبه. فنفاجئ انه فرانك كوم والزوادي اللي واخدين الانذارات الاتحاد التونسي، وده اهتمام الاتحاد التونسي بمسانده الترجي. بالمناسبه الاتحاد المصري فين من القصه دي؟ مش ملموس اي دور للاتحاد المصري اللي على رئيسه او على راسه عضو تنفيذيه الكاف والفيفا المهندس هذا. فين دوره لحمايه حقوق الاهلي؟ هل يعقل انه تعقد جلسه يوم الاربعاء لنظر التماس رفع ايقاف عن 2 لعيبه الحكم اداهم انذارات؟ هل ده يعقل؟ وبعدين يوقف لك وليد ازار ويقول لك مش من حقك تلتمس ضده. انت ممكن تتظلم على ال $20,000 وعلى استدعاء كارتيرون اللي اتضرب بالشلوت للجنه الانضباط او مساءلته. هل ده يعقل؟ هل بدات الالاعيب اياها البشمهوية في داخل كواليس الاتحاد الافريقي؟ لا، انا هنا بطالب المهندس هاني ابو ريده للدفاع عن حقوق، فينه من كل ما يحدث؟ اتحاد الكره ما طلعش بيان، ما حذرش من خطوره، ما قالش لن تحموا في حصه الاهلي. يعني طلع بيان ولا انا غلطان؟ لا. طب ازاي يعني هو نفس اتحاد الكوره مستني عشان برضه يلتزم الصمت بعد بورسعيد يقعد 3 ايام قبل ما يتقدم باستقالته؟ احنا بنتكلم في ايه يا جماعه؟ عايزين نشعر اتحاد الكوره يعني هو مش معني للدرجه دي ان بطل مصر بيلعب النهائي؟ يعني ليه؟ في اين انت اتحاد الكوره؟ بنطالب، نرجوك، ها، نناشد اتحاد الكوره انه يتذكر ان الاهلي نادي مصري بيمثل مصر، انه يدافع عن النادي الاهلي. يعني اظن عيب قوي يتوقف ازار، وعيب قوي لو اترفعت الانذارات، عيب قوي في وجود هاني ابو ريده، عيب في وجود العدل. يعني في وجود العدل اللي محتاج حد يدافع عنه. ما كويس، فين؟ ما هو الجرأة بتيجي منين؟ انا انت بعت شكوى، بتجد طرف مهتم يبرز حقه والتاني مش موجود. التاني مش موجود. طيب، ده جاي بعد بيان للاتحاد التونسي لكرة القدم. طلعوا بيان قالوا ان دي رسالة احتجاج من الاتحاد التونسي للاتحاد الافريقي، هم بيدافعوا عن الترجي وده حقهم، ومن حقنا نتساءل هو فين الاتحاد المصري فيما يخص النادي الاهلي وما يمر به. سجل الاتحاد التونسي من وجهه نظره او زي ما بيسموها الجامعه التونسيه لكره القدم كل ما يخصهم من مطالب واستنكارات والحكم ومستوى الحكم، وقالوا ضمن ما قالوا انه فريقهم تستنكر الجامعة التعطيل غير المبرر لحافلة الترجي الرياضي في مدخل الملعب لمدة تفوق 15 دقيقة، وتصرف مخالف لجميع القوانين مع إشعار وزارة الخارجية بها. والناس زعلانة إنه حصل تفتيش لأتوبيس فرقة الترجي، وقالوا إن الجمهور بتاعنا في دخوله للاستاد برج العرب لم يلقى المعاملة الكاملة أو اللائقة. ما احناش محتاجين نأكد على لطف وقيمة وتميز العلاقات المصرية التونسية، ومش محتاجين أي كلام علشان نقف عند العلاقة الخاصة جدا اللي بتربط الأهلي بالترجي، واللي خلت جماهير الترجي لما جت هنا بعض من جماهير التوانسة سجلوا فيديوهات يقولوا للجماهير الأخرى المنافسة ما لكوش دعوة بينا، ابعدوا عن علاقتنا بالنادي الأهلي. شفتوا أظن الكلام ده
انتشر في السوشيال ميديا. هذه العلاقة مش محتاجة الكلام، لكن لما يتقال في بيانات رسمية أن النادي الأهلي لم يكرم وفادة البعثة التونسية الشقيقة، أو أنه تمت تفتيش حافلة الترجي. أنا بس عايز أتكلم في الحتة دي بتاعت تم تفتيش حافلة الترجي وحافلة الأهلي، مفيش سيارة دخلت إلى استاد الجيش المصري في برج العرب إلا وخضعت للتفتيش، وده أمر مفيش حد مننا بيروح يدخل ملعب في تونس أو في الجزائر أو في المغرب أو في أي دولة من دون إجراءات تفتيش. فأعتقد أعمال التفتيش للحماية هو مش ما تزعلش أي حد، للحماية، وعشان كان في ماتيريال ممنوع دخولها للسادات في التشجيع. يعني البعثتين تعاملوا نفس المعاملة، هي دي النقطة اللي لازم تبقى واضحة. وده كان ينبغي برضو أن يبقى في دور، والاتحاد المصري كان يقدر يقول الكلام ده كله ويرد على البيان ده. بس بالضبط، يعني عايزين الاتحاد المصري يرد على البيان ده. ايضا المدرب التونسي الشعباني نقلت عنه الاهرام انه قال كمان انه فريقه تعرض لمتاعب كتيرة جدا في هذه المباراة. هنشوف معين الشعباني يتحدث في قناة صدى البلد عن ظروف هذه المباراة. طيب ده الفيديو، معين الشعباني يتحدث في صدى البلد، هو المدير الفني لفريق الترجي، عن ما صادف بعثة الترجي في القاهرة من أحواله. خدوا بالكم في النهاية هو مدرب، والمدرب بعد النتيجة بيبقى طبعا متأثر، بيدور على كل الأسباب الأخرى اللي ممكن يفسر بيها هو ليه فرقته خسرت. محدش كتير من المدربين بيبقى عنده القدرة على أنه يعترف أنه ده نتيجة أمور فنية داخل الملعب، لا، هيدور على حاجات كتيرة قوي قوي قوي. وياما شفنا شماعات كتيرة في الطقس والرطوبة والتحكيم وأرض الملعب يعني أسباب كتيرة جدا غير اعتراف المدربين بالأمور الفنية نفسها. مرة خسرنا من أثيوبيا في أثيوبيا، فقالوا الأسد، كان في أسد في حوالين الفندق خوف اللعيبة في الخمسينات. ده حقيقي. طيب نشوف الكابتن معين الشعباني في صدى البلد. طيب، والشكاوي من التنظيم اتأثرت بالنتيجة، لكن اللي استوقفنا الحقيقة بناحية مهنية دقيقة شوية، انه إذاعة البي بي سي لما يكون تلفزيون البي بي سي معني بكل الضوابط المهنية اللي بتتمتع بها هذه الهيئة الدولية الكبيرة، انه ترصد انطباعات الجمهور الضيف عند بوابة الدخول قبل المباراة بلحظات. ومراسل للبي بي سي محمد قعود يسأل الجماهير التونسية عن رأيهم طبعا قبل المباراة وعلى بوابة الاستاد. أعتقد ده كلام يبقى مهم جدا بشكل واضح ودقيق قبل ما الناس تدخل، ويعكس الحقيقة ويظهر الحقيقة المجردة. نشوفه. هذه هي الحقيقة يا جماعة. قبل المباراة كل بيقول احنا في بلدنا التاني، احنا بنتعامل احسن معاملة سواء من الناس او من الشرطة، نقطة مهمة جدا جدا، احنا حاسين ان احنا مش في غربة، واشادوا بكل ما لقوه من ترحاب، وقالوا ان الاهلي هيجد نفس المعاملة دي قبل المباراة. ممكن ظروف المباراة، نتيجة المباراة تخليك تقول كلام تاني، لكن هي اللي بيعكس الحقيقة اللحظات اللي لسه ما فيش مشاعر، ما فيش نتائج مؤثرة عليها. ده اللي كان قبل المباراة واللي كان على بوابة الاستاد في برج العرب. طب المباراة خلصت والنتيجة اتعرفت، هنشوف تقرير مهم جدا، لكن قبل ما نشوفه معنا على الهاتف الزميلة الإذاعية الأستاذة نجلاء عبد البر. أستاذة نجلاء أهلا بيكي. استاذه نجلاء عبد البر مساء الخير يا فندم. مين معايا؟ استاذ ابراهيم ولا؟ تحياتي انا ابراهيم المنيسي، وتحياتي المهندس عادل القيعي. اهلا يا استاذ ابراهيم، واهلا المهندس عادل القيعي. وانا الحقيقه النهارده انا بس هو صوتك في التلفزيون بيختلف عن الراديو، ليه كده؟ مش كده، في اختلاف اكيد طبعا يعني. لكن عايز اقول لحضرتك انا بحب برنامجكم جدا ودايما بتابعه،
لكن النهارده الحقيقه اتفاجئت بالبدايه وخاصه بي انا. يعني استاذ ابراهيم والمهندس عدلي القيعي، انا الحقيقه مساله ان حد يقول لي انت زملكاويه او انت اهلاويه بعتبره اتهام، اتهام بعدم الحياديه. اعتقد في خلال مشواري ده انا كنت هسالك يا نجله. نعم كنت هسالك والله السؤال ده. لا انا لا يمكن اقول على فكره النهارده يعني لا انت لا يمكن تقولي لا بقى انت كده انت كده بتبتدي غلط. لا انت بتقولي لا يا باشمهندس عمري ما قلت والله انت قلتي لي انا الله اللي ممكن اكون قلت لك على طيب بقول للمهندس مش هي دي القضيه مش هي دي القضيه لكن الواقعه انت بتحتاجي على ما حصلتش ولا حصلت يعني حسب طبعا ما حصلتش يعني طيب. ما جاش الكابتن رضا عبد العال مع حضرتك الصبح؟ لا طبعا رضا عبد العال كان معايا ولم ما قطعش في الاهلي زي ما حضرتك قلت. اولا انا بدات الحلقه وقلت يا جماعه لازم سياسه ضبط النفس اللي بيجدها رئيس النادي الاهلي اللي هيكون رئيس البعثه، والاهلي فاز بنتيجه كبيره وان شاء الله يحقق نتيجه افضل. واذا كان الاهلي البعض بيقول عن التحكيم فهو لا ذنب له، اولا لجأوا لخاصيه الفار، فاذا هنا ما فيش ابدا حد يقدر يتكلم ويقول بعد كده اي كلام. ده الكلام اللي انا بدات بيه، وقلت كمان ان في صحيح البعض بيقول في اخطاء فنيه سواء من مساعده حمودي واسلام محارب للوسط لعمرو السوليه وحسام عاشور، فكنت بتكلم على نقاط معينه وانتقلت للمنتخب واستضفت كابتن رضا عبد العال، مش هو بس واكثر من شخصيه هو بس الملاحظة بس اللي جاي لنا عليها رسائل كتيرة. رضا عبد العال كان الليلة اللي قبلها على طول بعد المباراة في ملعب الزمالك أو برنامج يخص نادي الزمالك قال في الأهلي كلام كتير جدا أثار كتير من الناس، وأعتقد كل السوشيال ميديا تناقلته. لما يجي الإذاعة المصرية مش هيقدر يعمل معايا أوكي بس أنا لما يجي أنا على الانتقائية بقى، لما يجي تاني يوم الصبح يتم انتقاء نفس الشخص عن مباراة تخص النادي الاهلي، يعني هي دي الفكرة، أنت جايبة رضا بالتأكيد هيتكلم على مباراة الاهلي. لا مش علشان مباراة الاهلي. ما هو بالتأكيد طب مش هو هيتكلم في إيه؟ طب استنى يا أستاذ إبراهيم، برضه وضح لنا مدام نجلة، يعني إيه الحوار كان مضمونه إيه؟ سياقه إيه؟ أقول لحضرتك، إحنا كنا طالحين سؤال، هل تعتقد إن في لاعب يستحق الانضمام للمنتخب؟ فاجمع الاصدقاء على ان احمد فتحي وحسام باولو باعتباره الهداف ومحمود علاء مدافع الزمالك. فانا كنت باخد مفهومش وليد سليمان اللي هو احسن لاعب في مصر دلوقتي. وليد سليمان اسف وليد سليمان وده كان اول واحد، واحنا قلنا الاربعه دول لماذا لا ينضموا لمنتخب مصر؟ اذا كان في كومنتات كتير جدا تعدت ال 120 كلهم بيجمعوا على ان الاربعه كان لابد ان ياخذوا فرصه مع منتخب مصر. واتصلت مش انا اللي اتصلت طبعا، رئيس التحرير اتصل بكذا شخصيه منها كابتن رضا عبد العال اللي قال حتى انتقد مستر اجيري وقال ازاي دول موجودين، يعني انت هتاخد وليد سليمان؟ يعني انت مستني ايه؟ هو عشان كبير؟ ما هو كبير لكن خبره. بالعكس ده كان يؤيد تماما وجهه النظر اللي احنا طرحنا. يعني لم يتطرق أنا عايز أقول لم يتطرق الحديث على مباراة الأهلي. أنا قدام مني شكوى من عضو النادي الأهلي الدكتور حسام جمال الدين، قال إن أنا طوال هذه الفقرة ضغط ارتفع، وهو راجل دكتور بيقول أنا في العربية ضغط ارتفع من الكلام اللي سمعته في الإذاعة المصرية ومن رضا عبد العال ومن مدام نجلاء على النادي الأهلي وعن المباراة. يعني أنا عشان كده أنا بنقول لك بالاسم حضرتك اسمع اللقاء، وانا بحسك الاعلامي انت والمهندس عادل قاي اعتقد هيكون ليكوا راي مختلف تماما. قد يستقبل الجمهور كلمه تضايقه من الضيف فيبتدي ان هو ياخذ الموقف ده، لكن احنا ما قطعناش. طب نستاذنك تبعت لنا لينك الحلقه بعد اذنك؟ لازم هحاول طبعا ابعته. يا ريت وليد قاسم رئيس تحرير برنامجك يا ريت يبعته لي. وليد قاسم لازم ان شاء الله يبعت لك لينك الحلقه وارجو ان انت تسمعها بحسك الاعلامي وتقول الكلام اللي فيها ان شاء الله يا استاذ ابراهيم، لان انا زعلت جدا. وكمان اللي ضايقني اكتر ليه دايما نقول فلان زملكاوي او اهلاوي؟ هو انا اصل انا لما يكون عندي معالجه مدام نجلاء وانت طبعا سيد العارفين، انا لما يبقى عندي معالجه في توقيت حارج جدا
الاهلي مع بيلعب مع الترجي والعمليه واخده منحنى اكيد انت متابعاه وشايفاه طبعا. فلا انتظر النهارده اتكلمت عن المنحنى ده وقلت الشعبين في منتهى الحب البعض يعني 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 هو بص يا مدام نجلة في الاخر ممكن يعمل فتنه بين الجمهورين وقلت ان ده مش هيحصل لان شعب تونس وشعب هو اللي خوفنا بس حاجه واحده اللي خوفنا حاجه واحده ان اصبحت الاصوات اللي بتتاجر بنتيجه المباراه ضد النادي الاهلي المصريه اخطر بكثير واقوى بكثير واكثر كثافه مما يحدث في تونس وده شيء كان مؤلم جدا الحقيقه يعني يمكن اسم حضرتك ورد من خلال الدكتور زي ما بعت حسام زي ما بعت للكابتن ابراهيم والاستاذ ابراهيم وانت بتقولي ان الكابتن رضا يمكن او يجوز لم اتعرض للتحكيم اولا في حكم والحكم لجأ لخاصيه الفار واكد امال ايه اللي إيه كابتن رضا قال ايه على الاهلي تحديدا يعني ايه اللي ضايق الناس يعني هو لا هو اتكلم على مستر كارتيرون قال ان انا شايفه ان هو في اخطاء فنيه يعني انتقد كارتيرون ما اتكلمش خالص على التحكيم ولا اتكلم على المباراه والجداره بالفوز ولا الكلام ده لا خالص هو اتكلم على كارتيرون وانتقده حتى انا قلت له انت قلت اراده اللاعبين هتحصل قال لي ايوه قلت له اذا احنا ننتظر اراده لاعبي اي ان كان حقك في التوضيح يعني وضحت اظن وضحت وجهه نظرك يا مدام نجلاء ماشي يعني انا بحييكم وبقول لكم متشكره ان انا يعني سمحتوا لي ان انا اوضح وجهه نظري لا ده حق الحقيقه لما ناس اعزهم جدا يعني ببقى زعلانه قوي ان هم لا ده حقك لا حقك تماما حقك تماما وده فرصه كويسه ان احنا سمعتين صوتك في التلفزيون بشكرك جدا استاذ ابراهيم وتحياتي للمهندس عادل شكرا جزيلا للاذاعيه مدام نجلاء عبد البر واعتقد وضحت وجهه نظرها فيما يخص حلقه الامس في الشباب والرياضه وتقييمها للموضوع بيختلف عن حساسيه متلقي يعني شعر ان في تحامل خلاص الموضوع ده خلاص خلص كده لكن في حاجات تانية لا في كلام كتير جاي ده في تحريض مباشر لا صحيح لكن واحنا عرضنا لكم حرصنا ان احنا عشان تفهموا ان احنا ملتزمين بالمهنيه قد ايه بالظبط اي حد له حق الرد تماما احنا عرضنا التقرير بتاع البي بي سي على باب استاد برج العرب وقد ايه المشجعين التوانسه وهم داخلين المباراه خلاص المعامله كويسه جدا استقبالنا بامتياز تعامل الشرطه المصريه معانا باهي يعني حاجه رائعه جدا كل الاشادات اللي انتوا سمعتوها منهم وفي وطننا الثاني وفي وطننا الثاني وده مش جديد على الاهلي والاهلي شقيق الترجي كل الكلام الطيب اللي انتوا سمعتوه من الجمهور وهو داخل الملعب فما فيش حاجه طيب النتيجه اثرت ممكن قطعا هتاثر في 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 التقييمات اسمع انا ممكن ابقى قاعد اتلغى جون للاهلي ببقى قاعد متضايق جون انرموا بايده ببقى قاعد متضايق صحيح لكن مش هحمل فريق الترجي وماله لقيت النهارده احد اعضاء النادي وهو محب جدا للاهلي ومتابع الفرقه بشكل كويس بيقول لي واحد من المشجعين التوانسه الاشقاء لازال موجود وطيارته لسه الليله دي الساعه 8 وزعلان جدا من اللي بيتابعه هنا على علاقه الاهلي بالترجي ومتضايق جدا من اللي بيتقال ان الاهلي اساء معامله الترجي ومتضايق جدا انه يتبعت نغمات تحريض من مصر للترجي فيما يخص مباراه العوده وقال للراجل الراجل المشجع التونسي الجميل ده محتاج يقول رايه بس طيارته الساعه 8 الليله دي يعني زمانه في الجو وحريص انه يقول للجمهور الاهلي والجمهور المصري والجمهور تونس في تونس حقيقه اللي حصل فما كان الا ان احنا استضفناه في النادي الاهلي سجل وجهه نظره صوت وصوره في هذا التقرير نشوفه مبروك ليكم مبروك ليكم لسه للشوط الثاني بالطبيعه 2-0 2-0 نتيجه قادرين عليها موت على الكره حولك يا للجمهور وكان اسطوره
جماهير الاهلي في كل مكان، في كل مكان، بس لما نحن ناخذ صور يهبطوا هما ياخذوا صور معنا. ما فهمناش مضايقات، نقولوا كلمة حق، نحن باش نقولوا كلمة حق، ما كانت فما حتى مضايقات من جماهير الاهلي، ما كانت حتى مضايقات. سريعة ما بين الشوط والشوط سريعة، خاطر كانت تصير مناشد كبير. ترجي اتعملت حدف عليهم حاجه من المدرجات، عملوا كلام وكهو عادي عادي، فما شيء لا ما فماش، ما نتصورش حتى لهيئه الترجي تقلقت من الحكايه ولا اشتكيت من الحكايه هذه، ما اشتكى حد من الحكايه هذه. انا اليوم مانيش مبرر في الترجي، انا قلت عمري لا تصورت فما حافيه وتستقبل هكا في مصر الكل، من الاسكندريه للاهرام البارح في القاهره للتاكسي في التاكسيست، حتى في مشيت بحدا صاحبي في مكان العمل نتاعو استقبال ما فماش حتى تاكسي، معناها اي عبد يستقبلنا بالكده. ما نقلقش انا كي نخرج بالتيشيرت حتى في نادي الاهلي، حتى في النادي معناها ما نتقلقش، ما فما حتى معاكسات، ما فما حتى عباره في تونس، عباره في تونس، هذا الكل واضح. انا عندي اصحابي هوني اهلاويه، نقول لهم ما تزعلوش كان صارت حاجه، خاطر استقبلوني بالباهي هوني، استقبلونا الكل، نحن فوج كبير معناها في الاوتيل، استقبلونا بالباهي وديما بنهزر وديما بنضحك وحتى نغلبوكم، وحنا حتى في حان الخليلي مناوشات صغيره ما بضحك الكل، معناها قعدنا ما يجيش الرد الاستقبال هذا باستقبال خايب، معناها كجماهير كفريق اهلي ما امور، ما نتصورش الترجي الرياضي بعرقته باسمه كل شيء يستقبل الاهلي، مستحيل مستحيل، وخاصه مع عندنا رئيسنا والناس كل تعرفوا رئيس حمدي المد، ما نتصورش يكون استقبال سيء للاهلي، وما نتصورش فما تعطيلات، وبالعكس وكما صار في 2010 بعد ما صارت المشاكل كان استقبال رئاسي، معناها انتم وقتها كنتوا في ضيافه بن علي شخصيا، معناها ديما كل ما فما مشاكل الدوله تتدخل وان شاء الله ما فما كان الخير. تبقى مشاكل ما بين الجماهير، لازمنا نقعدوا ديما نحن ما بيناتنا، نحن علاقه كبيره ما بين الجماهير الترجي والاهلي، هي كما نقولوا نحن كما تقولوا انتم تبوظت شويه في الفيسبوك، ريتها ما عادش فما علاقه، توا نهارين وثلاثه ايام هذوما ما عادش فما، حتى نشكرهم بالحق على الاستقبال وعلى الروح نتاعهم، مش جماهير الاهلي راهو، ما نحبش نتوجه للاهلي برك خاطرني انا بحذاكم، جماهير مصر الكل، علاش خلينا نعموها خير، جماهير مصر الكل، خاطر انا قابلت حتى جماهير الاتحاد اللي ربحونا في وماش ربحونا تأهلوا علينا، جماهير الكل، حتى عباد ما تفهمش كوره ترقي ما يعرفش، المهم عطيه يتصور معانا. نحن حسينا روحنا نجوم، معناها في نجوم في القاهره في الاسكندريه في اي مكان مشينا، عباد متعبنا ما يجيش، معناها تفسد العلاقه هذيا، ما لازمهاش تفسد بالحق، ما لازمهاش تفسد، نحن بنحب الاهلي ويعرفوا اصحابي ويسمعوا فيا ويعرفوا لي، نحن من قبل نحب الاهلي، وانا طلبت حتى ان شاء الله باش تجيني الغدوه وقت ما نعرفش بكره وبعد بكره، أنا يوم الخميس باش تجيني حتى التيشيرت نتاع الاهلي يعني. شرفونا في تونس ومرحبا بكم وتقعد ديما تونس امن وامانه، ما تخافوش الجمهور الاهلي الكل ما تخافوش، يجاو وربي يقدر الخير، هو كل شيء بيد ربي، نحاولوا يبعدوا من المناوشات، راهي توا في حاله احتقان، حاله احتقان ما تنجمش كي تبدا حاله احتقان ما بين زوز اخوه في نفس العائله، ما تنجمش تريضها الا ما تعدي، هو كان جاي بعد شهر ولا شهرين اللقاء العوده يمكن خير، اما من بعد جمعه مازلت حاله احتقان وربي قدر خير. طيب الراجل رايه في كل الوضوح، مانيش متصور ابدا ومانيش متوقع ابدا ان الاهلي يلقى في تونس غير المعامله الكريمه الطيبه اللي لقيتها بعثه الترجي هنا، وانه بالعكس في كل مكان قال لك نزلت في الاوتيل، اتحركت في الملعب، جيت النادي الاهلي، مشيت في الشارع، كل المعامله الكريمه. حتى استاذ ابراهيم ما يلفتش نظرك لقطات الجمهور، في بشاشه، في بهجه، يعني ما فيش بقى العنف، ما فيش ما فيش توتر يعني، ومهم جدا ان الكلام ده اتقال بعد الماتش، ايوه يطابق ويصادق على اللي اتقال قبل الماتش، فانا متاكد ان الاهلي هيلقى معامله طيبه في تونس،
ده اخر الانطباع يعني، ده كلام الراجل المشجع التونسي النهارده الساعه 3 النهارده. فبصوا حتى كلامه ما تأثرش بكل الغضب، بالعكس هو اللي طلب اجراء هذه المقابله علشان يقول وجهه نظره قبل ما يركب الطياره، لانه تابع الاعلام المصري وبقى مستاء جدا ومستغرب لكل التحريض اللي حاصل ضد علاقه الاهلي بالترجي، او يتقال انه الاهلي اساء معامله الجماهير التونسيه في القاهره او في برج العرب. فيما يخص المباراه، كابتن طارق دياب يتحدث في قناه بي ان سبورت، ولما يتحدث طارق دياب وهو واحد من اشهر مشاهير الكره التونسيه وزير الشباب والرياضه السابق في تونس، لازم نسمع رايه باهتمام. عده ملاحظات عزيزي ابراهيم على قاله طارق دياب. طارق متاثر ايضا بالنتيجه وبالاحداث، بس قال كلمه مهمه جدا، قال يا اخي الفار انت مش اقوى من الفار. يعني يا كابتن طارق انت تؤسس انه كان ينبغي ان يحترم الفار. طيب ما هو ضربه الجزاء الثانيه اللي كلكم بتتكلموا عليها الحكم ما حسبهاش، المفاجاه بقى انه الفار هو اللي ان الفار اللي نداه له وقالوا فيه ضربه جزاء. وده التصريح اللي قاله الحكم، والحكم كان بيجري ناحيه الشمال يعني لو بس الحكم ما حسبش في الاول وبعدين مره واحده وقف وبعدين جري. عشان كده بقول لك مساله الفانيلا دي لم يكن لها اي علاقه بقرار الحكم، هو راح الفار ورجع حسب ضربه الجزاء. اذا بنفس معيارك يا كابتن طارق ضربه الجزاء مستحقه، وهنثبت لكم برضو ان ضربه جزاء الاولانيه، هنوريكم صور لاحتكاك الحارس المرمى. اصل الفار يا استاذ ابراهيم زيه زي الحكم الخامس اللي بيقف على الخط ده، بيقول لك على اللي ما شفتوش، هو مش جاي يقول لك على اللي شفته. اللي انت شفته ولك فيه تقدير هيبقى قرار الحكم طبعا. الحكم تقديره في اللي شافه مش هيغيره، لكن لو في حاجه ما شافهاش تغير القرار يغير قراره. فهو في القرار الاولاني هو شاف الاحتكاك لانه اقرب واحد للاحتكاك، والكاميرا جابت من زاويه وحب يتاكد فراح ما جابش من ظهر الحارس المرمى خالص ولا كاميرا بالظبط، واخد بالك؟ فراح للفار وشاور وتاكد وتاكد والصوره بتوضح ان ركبه الحارس ودراعه كان في اتجاه الازار، يعني في احتكاك بالركبه في الساق الثابته بتاعت ازاره، عشان كده وقعت ازاره كانت غريبه لان رجل في الهواء والثانيه الثابته بالظبط، فوقع بيها. فدي ضربه جزاء مؤكده، ضربه جزاء ثانيه الفار اللي اداها له. يا اللي بتقوله هو ما احترمش الفار ليه؟ نفس طارق دياب نشوف وجهه نظره في ماتش. هي بس احنا بنفكر كابتن طارق دياب بحاجه، لان هو قال لك الحكم ذبح الترجي. هو انا معاك نقطه، الحكم، ودي اللي بقى اللي انا كويس انك فكرتني. صفات الحكم كتيره، كانت كتيره ليه؟ بيحسب كل صغيره وكبيره، وهذا يعكس شخصيه الحكم. ده حكم اي احتكاك في ال 18 هيديك ضربه جزاء خلاص، وادى ثلاث ضربات جزاء في هذه المباراه، وصفر كام صفاره ولكنه لم يلجا للكارت الاحمر المباشر في حاجات كانت تستحق. يعني اللي بيقولوا هيروحوا يعترضوا على انذار ايه؟ واحد لاعب بالكوع ضربه بالكوع، ده طرد مباشر مش محتاج انذار. فهو كان بيحسب كل دي شخصيته، عارف هو لو هو بيفوت وبعدين جه حسب ضربات الجزاء ممكن نتكلم عليه، لكن هو متسق مع شخصيته. صفارته كتير ممكن تفسد المباراه، صفاره كتير توقف المباراه كتير، مش عايزين كده، عايزين الحاجات اللي تعدي كان ممكن تعدي، ولكن ده شخصيته خلاص. هو ده الحكم ده. كان جالنا حكم من انجلترا مره، حكم الاهلي والزمالك، كان اسمر مش فاكر اسمه ايه، جورج ولا روجرز ولا حاجه مش فاكر اسمه، تيلور، وقال لك ان الحكم ده صارم جدا وعنيف جدا وبيطرد والكروت الحمراء عنده سهله و شخصيته كده. فهو انا معاه ان الصفاره كتير بتفسد المباراه، بس طالما انك قلت كان ينبغي ان يحترم الفار، هو احترم الفار. طب ما انت عايز تشوف طارق دياب في انا بس بفكر كابتن طارق دياب، اذا كان الحكم من وجهه نظره ما كانش قراره في صالح الترجي في المباراه، فحكم اخر كانت قراراته في صالح الترجي وصعدت بيه للدور النهائي، لانه مباراه اول اغسطس الانجولي مع الترجي في تونس في اياب الدور قبل النهائي
شهدت إلغاء هدف شرعي الكل أجمع عليه لصالح أول أغسطس الأنجولي. نفكركم ونفكر الكابتن طريبي. أظن مفيش أوضح من كده، حتى الكابتن طارق دياب حاول يزوم الأول ويهرب من السؤال. يقول له أيوه بس إيه رأيك في الهدف؟ قال له أنا ما شفتش بس كمان الحكم ما شافهاش. قال له فلما تعادل طب إيه رأيك؟ قال له هدف. هدف كان ممكن يخرج ال بس هو الجول اللي وقعت من إيده ما حدش لمسه. لأن النتيجة وقتها كان باقي 10 دقايق على نهاية المباراة والنتيجة 3-2. وأول أغسطس كسبان في الواندا 1-0. فالنتيجة هتبقى 3-3. كان صعد وخلصت الليلة. فكان ممكن حتى 4-3 دلوقتي حتى 4-3 تخرج الفرنجي. كان ممكن دلوقتي الاهلي يكون بيلعب مع الفريق الانجولي. ف مش بعيده ده لسه الدور اللي فات بخطا واضح جدا من اسبوع من يعني من اسبوع صعد به الترجي. فاحنا بنقبل ما لينا ومش عايزين نقبل، او بنقبل اللي علينا ومش عايزين نقبل اللي لينا. كان واضح جدا هذا الخطا. لكن على ذكر البي ان وموقفها، التحريض هو المصيبة كبيرة جدا. طارق دياب راجل نجم من نجوم الترجي واشهر مشاهيره، ورأيه واضح، حتى قالك كان الاهلي ما يستحق، وعنده باستمرار دايما تقدير للاهلي على فكرة. ما كانش الاهلي محتاج مساعدات من الحكم، وهي مش مساعدات، هي بس المهندس عدلي اشار للجزئية انه حكم الفار يا جماعة. اولا المفترض انه فكره الفار لقطع الشك باليقين بحيث ما تسيبش مجال للراي الفردي. وقلنا لكم من المره اللي فاتت ان كان في اتفاق على 4 قرارات هو اللي بيتم اللجوء فيها للفار، ما يتعلق بصحه الهدف، ما يتعلق بالتسلل اللي افضى الى هدف، ما يتعلق بضربات الجزاء، وما يتعلق بطرد لاعب. دي القرارات المؤثره اللي تم الاتفاق على الاحتكام لحكام الفيديو فيها. حكام الفيديو اللي موجودين في الغرفه جوه في غرفه الكنترول، بكاري جسامه الحكم الجنبي، وده واحد كان مرشح انه هيدير المباراه اللي جايه ومعاه طقم مساعدين. ما حسبش هدف صحيح في الفاينل قدام الوداد السنه اللي فاتت. بالظبط، دول دوليين كلهم ضيع لنا البطوله السنه اللي فاتت. فدول ادي ضربه الجزاء الاولى. حد يقول لي ما فيش تلامس؟ اهو ادي ايد، حد يقول لي ما فيش تلامس؟ ادي ايد الحارس اليمين ودي ركبته وركبته في ركبته ادت الى وقوعه. الحكم شايفها صفر، ما فيهاش قولان. علشان يتاكد منها بشكل واضح راح رايح يعمل فار، راجع الجهاز الفيديو وتداول معاهم وتاكد من سلامه الخطا، رجع اكد قراره. يبقى هو صاحب القرار الاول وثبت له قراره واكد له عليه غرفه الفيديو. مش محتاجه كلام. ضربه الجزاء اللي احتسبت للترجي هو ما احتاجش انه يروح للفار، هو شايف انه متاكد منها. واللي ساعده على هذا التاكد ان الاهلي كمان ما اعترضش، لانه الشناوي فعلا كان عنده تهور، بس كمان لعيبه الاهلي ما اعترضتش، فخلاص المساله اتنفذت. ضربه الجزاء الثانيه للاهلي، الحكم الكره اتعملت والحكم واخد خطوتين في الجري ناحيه الشمال، ما كانش في اعتباره ان شاف الضربه، ما شافهاش. قال ان انا استدعيت من قبل حكام الفار نبهوني الى ضربه الجزاء. صفر حسب القانون احتسبها، بس راح مشاور بايده على اشاره الفيديو ان انا هروح اعمل فيديو. امبارح انا بتفرج على ماتش العين وبني ياس. الحكم راح مرتين للفار وغير قراره في مره، ما غيرش قراره في الثانيه. وعمل لهم كده. بالظبط. رجع ظهر ان القانون بيقول وضح للجمهور انا بعمل ايه؟ ايه اللي لغاه؟ كده يبقى الفار قال لي. بالظبط. اللي لغاها عمل لهم كده، الفار قال لي. بالظبط. فشاور في ضربه الجزاء الثانيه ان الفار بيستدعيني، وراح رايح عامل مراجعه للفيديو. راجعها انا في الملعب وباصص، كنت في الزاويه بتاعته. راجع كتير عشان يتاكد، وكل شويه حاطط صباعه على ودنه في استمرار المداولة بينه وبين حكام الفار بقيادة بكاري جسامة، يعني اللي جوه دول حكام مؤهلين ان هم اللي يديروا الفاينل كمان. فتأكد تماما من صحة ضربة الجزاء، راح راجع مصفر وعامل لهم كده انه تم التثبت من الفيديو. معنى كده ضربتين الجزاء هم يا استاذ ابراهيم، القرارين صح،
طبعا سواء الحكم خدهم او الفار خدهم طبعا. وبعدين اللي بيقولوا ما احترمش الفار، لا احترم الفار، ده هم اللي مش هم اللي مش يعني للاسف يعني الناس البر بتقول كلام من غير معلومه. الفار وراله ايه؟ ما احنا بس عشان برضو نتكلم، والكلام ده بقى للمحللين بتوعنا المفتيين. لا مش مفتيين، احنا دلوقتي استاذ ابراهيم بيأسسوا لبروتوكولات بينهم وبين شمال افريقيا تحكيم يتعاونوا مع بعض، والنقطه دي هتبقى في منتهى الخطوره لانها بتؤثر اهي. والذي يقود العمليه مصر وتونس. انت عايز بقى تجود عشان العلاقات انت حر في نفسك، لكن مش على حساب الحقيقه، لانك انت اتفرج على كان ينبغي اسماء كبيره بحترمها جدا انه يتفرجوا بامعان ويرجعوا مره واثنين وثلاثه بعدين، انما دول طالعين بعد الماتش مباشره يعاتبوا في الحكم. هذا كلام دلوقتي كورتين فيهم شك، اي واحد الركبه في قصبه الرجل ولا مش في قصبه الرجل؟ قصبه الرجل. الثانيه الفار قال لي وشافها شافها. تعالى بقى نتكلم بقى تحليلنا احنا بس عشان الكره دي عايزه الكره دي الاولانيه. لا الثانيه سيبك التانية. من الاولانيه خلاص. قال لك في جذب وفي دفع بره 18. لما لو تذكر في كاس العالم دي اللقطه اللي جوه اهي. في كاس العالم لقطه اتحسب علينا ضرب جزاء وكانت بين علي جبر والمهاجم، وقال لك اصل الاثنين ضربوا بعض فما احتسبش دي، احتسب الثانيه. ده نفس الشيء. كان في خطا مشترك فقرروا مع بعض، قرر هيحسبوا على مين؟ واحد شادد والثاني بيدفعه. اعتبرها التحامات عاديه. مش عاديه. خطا مشترك. خطا مشترك متبادل. دي حاجه. طيب هو ليه ضربه الجزاء احتسبت؟ لان استمر خطا احدهم لحد جوه ال 18 واثر بحدث جديد. بقى ده بقى انت خدت اللعيب وفضلت ماسكه لحد ال 18. اذكرك بمباراه للاهلي وسموحه احتسب ضربه جزاء على الكابتن وائل جمعه. كان نفسي نجيبها دي. الكوره من بره، كابتن وائل مد رجله، فلاعب سموحه علق رجله في فخد وائل ودخل بيه ال 18. فقال لك استمر الحدث والاعاقه لجوه. ما حسبهاش من بره. حسبها من جوه. رغم ان الخطا ابتدى بره. قال لك لانه استمر. احنا المحللين بتوعنا بيبرروا اي حاجه، بس انا الحمد لله برد عليهم بكلامهم. فهو ده برضو استمر خطا من الخارج. مره الاهلي والمحله، عبد الحميد شبانه لاعب المحله واحمد علي الباك اليمين اللي كان عندنا، لا ده كان فاول عكسي. ده كان فاول عكسي ده. كان الفاول على من بره وداخل بيه. لكن انا بكلمك على ان الخطا استمر لجوه، الفار قال له لا تحسبه من جوه. لان خلاص الاحتكاك اللي بره ده انتهى، في وقعة جديدة الأثر وقع جوه، في وقعة جديدة. لا مش وقع، فضل ماسكه لحد جوه. انت لو تجيب الصورة هتجد الشد مستمر لحد جوه. وفي الغالب الحاجات اللي زي كده بيبقى في خطأ جديد نشأ، هو ده استمر فيه. استمرار الخطأ داخل المنطقة، ضربة الجزاء اللي احتسبت للكابتن حسام حسن في كاس العالم ضد هولندا، الخطأ بادي من بره واستمر لجوه، اتحسبت ضربة جزاء من جوه. صح صح صح. بس طيب كل ده كوم، وان الناس تتكلم بدون ما يكون عندها درايه هو الفار حسب ايه، او ان المفروض الاستعانه بحكام الفيديو يقطع الشك باليقين او يخرس السنه الغرض والحقد اللي كانت محتاجه عايزه فعلا منتظره الاهلي يتعثر. المفروض وجود الفار من الناحيه حتى العقليه، انت عندك هيئه حكام قاعده جوه بتتفرج على اللقطه على من كذا زاويه وبتقول رايها للحكم في الانجليزي عشان يقرر، على اللي ما شافوش الحكم بالظبط. يعني الحكم لو اصر يبقى شاف حاجه من غير ما شافهاش. حتى في مباراه مصر والسعوديه لو تفتكروا، ما هي مصر والسعوديه الحكم بشكل مباشر راح شاف وصمم على قراره خلاص دي بتاعته، وقال ان الفاول الاولاني كان خطا مشترك بالظبط، ففي وقعه جديده حسب عليه. الزمالك استفاد ايما استفاده كل الدولارات اللي رجع بيها من السعوديه بفعل الفار لو تفتكروا. دقيقه دقيقه.
حلو جدا، بس الفار مع الاهلي لا وحش. كل ده حاجة، وانه الاعلام يستخدم كنوع من التحريض على العنف كارثة تانية. معلش انا عارف انت هتقولي عشان ادعم كلامك عايز اقول كلمة مهمة جدا. كلمة واحدة؟ يا سلام يا ابراهيم. ما تهمدنيش يا ابراهيم. اتفضل اتفضل. انا دلوقتي احداث حصلت في المباراة. في شعور ان الحكم مش موفق. خلاص؟ طيب ايه علاقة دي بالاهلي وجماهيره؟ ايه علاقة ان الحكم اخطأ بالاهلي وجماهيره؟ عشان الكلام اللي انت هتقوله دلوقتي لا علاقة بالاهلي وجماهيره، صدر من مين؟ من اعلاميين. من اعلاميين، بعضهم في تون، بعضهم في بن، وكثير منهم في القاهرة. وكثير منهم في القاهرة، ويجمعهم نسق فكري واحد، كره الاهلي. حلوة، نسق فكري واحد، حلوة. طيب هشام الخلصي الاعلامي التونسي والاشقاء في تونس كتار في البي ان. فهشام الخلصي حوالي 50% من اعلام، واحد من مذيعين البي ان البارزين الحقيقه، ما كانش مفهوم منه ولا مقبول ولا معقول حتى انه بعد المباراه يكتب تغريده يقول في هذا التويتر: معاش اللي اعتدى على الترجي الدوله، الترجي الدوله قوي برجاله، ملعب رادس هذه المره سيكون مسرحا لنقط، فانتظرونا فانتظرونا. تخيلوا، ويروح قايل تاني: لا داعي للحديث والتحليل لمباراه الاهلي والترجي ما دام في حكام من هذا النوع. فضيحه، فضيحه عار بهذه المسخره، الى متى الى اين؟ ويكتب بعد كده: لا تنسوا، حطوا في بالكم ان الترجي دوله. اخر تويتتين دول طبيعيين، الترجي دوله، الترجي قوي، الترجي حاجه قيمه، احنا بنشاركوا نفس الانطباع. بس هو بيخرج كده عن سياق هو انما كاعلامي، انه ملعب رادس سيتحول المباراه الجايه، هي دي النقطه بس اللي احنا مستوقفانا، ملعب رادس سيتحول في المباراه القادمه سيكون مسرحا لنقط، بس هو اعتذر عنها بعد. فانتظرونا. كانت غريبه جدا، لكن ما هو هشام الخلصي في البي ان، يعني هو رفض، ما هي نفس اشكاليه برضو كابتن طارق دياب لما التحكيم كان في صالحك. بس عايزين التوتات دي بس الاول، عايزين نربط بينها اعقاب الدعاوى والبلاغ للنيابه اللي قدمه محمد رشوان، حصل اعتذار من هشام الخلصي وكثير من الاعلام المصري، كتب تويته فيه اعتذار. لا، عمل مداخله كمان، بس قبل ما نشوف اعتذاره هنفكر هشام الخلصي زي ما فكرنا كابتن طارق دياب على التحكيم، على التحكيم. بس بصوا، لما المساله تتعلق بالاهلي بيبقى الوضع عامل ازاي، ولما تتعلق بنادي التونسي اخر تبقى عامله ازاي. الاهلي السنه اللي فاتت في نهائي دوري الابطال خسر من الوداد البيضاوي المغربي، وكان للتحكيم مشكله كبيره جدا واثر، اعتقد حضراتكم تتذكرونه. لكن زي ما كابتن طارق دياب الاسبوع اللي فات ضحك والترجي بيتجامل من اول اغسطس وبيصعد، ودلوقتي غضب من التحكيم. بس قال الحقيقه كان يجب ان يقصر، كان يجب ان يقصر. هشام الخلص السنه اللي فاتت ازاي كان غضبان جدا من مجرد اعتراض وائل جمعه والناس في استوديو البي ان على مستوى التحكيم في مباراه الاهلي والوداد البيضاوي. نفس الاشكاليه، التحكيم في نهائي افريقيا السنه دي عامل ازاي، السنه اللي فاتت عامل ازاي، راي الخلصي الغاضب اليوم كان وقتها عامل ازاي. نفكره: بمنتهى الحده هشام الخلصي بيدافع عن التحكيم، وانه وارد جدا، وانتوا كاهل وانتوا كمصريين لازم تؤمنوا انه التحكيم جزء من المباراه والخطا يحدث، ولازم تتحدثوا في الاشياء الفنيه، ما تتشغلوش بالتحكيم وبايه اسباب التحكيم ان هي كانت وراء النتيجه. يعني يتلغي لك جول. طب خلاص، احنا بنطالب من البطوله، بنطالب الان الزميل هشام الخلصي يطبق المعيار ده على نفسه، يطبق نفس المعيار على هشام الخلصي، مش بس مش اكتر من كده.
اللي اتقال السنه اللي فاتت، ولو انه هو حتى لو هو كان اكتفى بانتقاص او انتقاد التحكيم فنيا يعني، ولو انها تبقى بتتناقض مع ما قاله، لكن مش هنتوقف قدام. انما يتم التحريض على الاهلي وجماهيره، هو ايه اللي عمله الاهلي عشان انت تحرض؟ طيب ده كلام الكابتن هشام الخلصي او الزميل هشام الخلصي السنه اللي فاتت. امبارح الحقيقه وبعد ما شعر بموجة الغضب الشديدة انه اعلامي يتحول الى محرض على العنف، لانه ما يقنعناش انه النقط اللي حاططها انه استاد رادس سيتحول الى مسرح نقط، مسرح للجريمة. يعني السياق يقول كده، الغضب اللي في السطور الاولانية يقول كده، الفهم الطبيعي للعبارة اللي مكتوبة يقول كده. عشان كده يمكن الزميل هاني حتحوت امبارح في برنامجه الماتش في صدى البلد كان مهتم باستقبال مكالمة من هشام الخلصي من البي ان علشان يوضح موقفه ويعتذر عن اللي حصل، لانه اللي حصل كان فيه تحريض مباشر على العنف لا يليق ابدا باي اعلام يرتكبه. نشوف. طيب خلاص، الاعتذار فضيلة، والناس كتيرة حتى امبارح انا لما كتبت وقلت يا جماعة الراجل قال ان دي زلة اصبع او زلة قلم او زلة لسان او ان انا ما قصدتش منها، رغم ان انا عارف ان هو المقصود بيها تحريض قولا واحدا لانه السياق يقول كده، بس خلاص الاعتذار فضيلة، والتراجع ان هو سحب التويتة دي اتلغاها وطلع في قناة مصرية زميلة اوضح وجهة نظره وقال الاهل مرحب بيه في رادس، وخلينا كلنا ندفع في الاتجاه الايجابي نحو مزيد من التهدئه يعني، هو أنا وتهيئه الجو لمباراه نهائيه تليق بالناديين وبالبلدين الشقيقين. لو اشتب بواحد احد الزملاء يبقى فيها اساءه ادب مني؟ لا طبعا. هاني حتحوت ما هو زملكاوي الا انه بيلتزم الموضوعيه في اغلب الاحوال، احيانا بتهرب منه حاجات كده ها؟ لكن انا شفت له مداخله مع رئيس الاتحاد التونسي وهو يذكر واقعه الاتوبيس والتفتيش. ايوه. فقال له طب ما هو اتوبيس الاهلي اتفتش بنفس القدر لان كانوا بيدوروا على حاجات معينه وده حق الامن. ايوه. واستغرق نفس الوقت اللي استغرقه فراح مجاوبه في حاجه ثانيه. قال له حضرتك ما جاوبتنيش على الملاحظه اللي انا قلتها. يعني مش مقصود ان يحصل نوع من الترخيم او يعني التحامل، على بالعكس اتوبيس الترجي خالص، ولكن اصل الاتوبيس ده جاي منين؟ مش مصري؟ طبعا. افرض اني محطوط فيه حاجه يا باشمهندس، ما احنا كل عربياتنا واحنا داخلين لسات فتشت يعني. يعني هو كل قعدت ربع ساعه تفتشت، ايه المشكله؟ لا حد فتشك بطريقه اجريسيف ولا حد ضايقك، وانت والاهلي اتعاملتوا نفس المعامله بالظبط. فالحرص ده على استجلاء الحقيقه لازم اشكره عليه. صحيح. لا وكان حتى اداء مسؤول انه يمشي في سكه التهدئه وسكه الاداء المسؤول في التوقيت الظرف الصعب، وده اللي حتى اللي قلناه للزميله نجله عبد البر، احنا في ظرف لا يحتمل ابدا اي اداء فيه اي تهور او اي ممارسه لاي اغراض. كل واحد حرض ودلس وزور بهدف اشعال الفتنه ضفر اي مشجع اهلاوي في رقبته. صحيح. ولن ينجو، لن ينجو، لو حصل شيء سنتعقبهم جميعا. بالعكس، هي ادائهم كله دلوقتي اوراقها والسيديهات بتاعتها كلها في امام النائب العام، يعني وفقا وانا بقول نتعقبهم مش انا، الاستاذ محمد، انا بقول ان القانون، الضمير الجمعي والقانون. صحيح. اه كتير بقى من الممارسات الصحفيه التونسيه الغاضبه وكلها راحة في سكة التحكيم والتوتر و ما علينا، لكن وسط هذه الكومة العشوائية من هذا الأداء الغاضب يظهر رأي منطقي ومحترم ومتعقل للكابتن نبيل معلول. ونبيل معلول واحد من أسماء الكرة التونسية الكبيرة، المدير الفني السابق للمنتخب التونسي لأكثر من مرة، قادوا الكأس العالم، حد اسمه في الكرة التونسية كبير، كما انه مكانته كمحلل رياضي ايضا مرموقه. نسمع راي الكابتن نبيل معلول.
نبيل معلول واحد من اشهر وكانش شيخ المدربين للتوانسة يركز على الجانب الفني ويثبت جدارة الاهلي بالفوز ويرفض التعلل بالحكم وقال لم يكن مؤثرا، واحنا اثبتنا لكم بالصور وبالكلام صحة ضربتي الجزاء اللي الناس بتحتاج بيهم. مفيش شيء بقى يخلينا نخش في التشكيك في المباراة، ولكن في شيء مهم جدا لازم نخش في التشكيك في نوايا البعض اللي هتشوفوا الفقرة الجاية مهمة جدا 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 وخطيرة جدا جدا. ابقوا معنا، فاصل ونعود. اهلا بحضراتكم من جديد. دي بقى مش جديدة، دي جريمة، دي جريمة بحق انك تتهم الاهلي انه بيقدم رشوة، وتتهم الشركة الراعية للنادي الاهلي شركة بريزنتيشن ان هي بتساهم في تقديم رشوة. انت قدام جريمة حقيقية مكتملة الاركان، جريمة رشوة، مفيش اوضح من كده. وفجأة يترمي على السوشيال ميديا، حد يروح مزور جواب كاتب فيه اللي يكتبه، جايب شعار الشركة. على فكرة الكلام ده ممكن يعملوه عيال صغيرة، يعني حركة خايبة قوي، وهقول لكم خايبة ليه. بس هو قدر يجيب الـ 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 قبل ما نخش الشعار بتاع في سلامة الشركة. الخطاب هو احنا ما عندناش مخ؟ هو احنا لما نيجي نتفق على رشوة ها بنبعت لبعض جوابات رسمية على اساس ان احنا ما نقدرش نقابل بعض يعني؟ فجوابات رسمية قابلة انها تتصرف كمان ردا على خطابكم بطلبكم 200,000 دولار ولا 2 مليون دولار رشوة لحكم المباراة. يعني والله العظيم ولا حدوتي تقابل النوم. البعيد غبي قوي. قبل ما نتكلم في التزوير الساذج التافه الذي يدل على نفس مريضة ها قامت بهذا، وقبل كده تزوير الخطاب من اللجنة الأولمبية راح للبرلمان. ما هو لو كانت حقق في الواقعة دي يمكن كنا حمينا نفسنا من مثل تكرار هذا الأمر الخطير جدا، ولازم يتم فعلا. يا جماعة حققوا وصلوا للحقيقة. شوف مين اللي بيلعب في 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 الرأي العام المصري بالطريقة دي، بيشوه صورتنا. ده اللي أكد لكم إن الناس دي فوتوشوب، دول مش رجالة بجد، دي رجالة فوتوشوب. اللي يلجأ لمثل هذه الألعاب الصبيانية قوي إنه يجيب اللوجن، يجيب اللوجو بتاع الشركة ويروح حاطط اللوجو على ورقة ويروح مكمل كلام هو اللي كاتبه ويروح مصور صورة ويروح رميها للسوشيال ميديا ولصفحات بعينها النيابة العامة هتتتبعها بالتأكيد، لأنه الأمر تعلق بيه ولازم النيابة تبحث في أصل الجواب ده. فهقول لكم بقى عمله؟ للخيبانة فندي عمل إيه؟ الخيبانة فندي راح كاتب جواب إنه طالع في تاريخ 1/11/2018 رايح للكابتن محمود الخطيب، السيد الأستاذ محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، تحية طيبة وبعد، وحاطط اللوجو بتاع برزنتيشن وقال إن ده صادر في رقم كذا بتاريخ 1/11، إشارة إلى خطابكم الكريم المؤرخ في 31/10/2018. يعني كمان كابتن الخطيب رئيس النادي الأهلي بعت خطاب سابق لرئيس برزنتيشن وفروا لنا فلوس للحكام رشوة. تخيلوا الخيبانة فندي توصل بيه دماغه الصغيرة للمستوى ده. بقول لك كل حدوتي تقابل النوم ما تنفعش. بس هي عشان ايه؟ تنطلي الفكرة على، وهتشوفوا هقول لكم خطورتها وصل لغاية انهي مدى، وده الخطر بجد. لأنه الخيبانة فندي مجرم. قايل يسعدني أن أرفق بخطابي هذا الشيك رقم كذا المؤرخ في 1/11 تاني يوم على طول، المسحوب على بنك كذا فرع الجزيرة قيمته 200,000 دولار. طب ليه يا عم؟ يعني أنا لما بطلب رشوة ادوني كذا عشان هدفعها للحكم. شوفوا بقى الخيابة. وذلك قيمة المصروفات المخصصة. هي هنا بقى الغرض، هو ده الغرض الحقير الدنيء. وذلك قيمة المصروفات المخصصة للضيافة والهدايا الخاصة بطاقم التحكيم المنوط به إدارة لقاء الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي، متمنين التوفيق للنادي الأهلي العريق، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير واللوجو بتاع برزنتيشن
وسارق طبعا من محررات سابقة صورة توقيع الأستاذ محمد كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وحطه وعمل فوتوشوب يعملها أي عيل في ثالثة ابتدائي. لكن هنا خليني أقول لكم، أنا تواصلت مع الصديق العزيز عمرو وهبة المدير التنفيذي لبريزنتيشن النهاردة، وبالصدفة البحتة وأنا بكلمه جات له مكالمة من تونس، الإذاعة التونسية. أيوة خش علينا بالمستند. الإذاعة التونسية عايزة تكلمه عن ما تردد بشأن الخطاب المنتشر على السوشيال ميديا أنه بريزنتيشن قدمت 200 ألف دولار للنادي الأهلي قيمة رشوة التحكيم. وأعتقد كان عنده خد ميعاد معاهم أو حددوا ميعاد الساعة 3 العصر باين تقريبا لإجراء المداخلة، واتفقت معاه أنه هيدينا الرابط بتاع المداخلة، لكن يبدو أنه ما تمكنش من تسجيلها. بس اللي أنا قدرت أتوصل إليه مع المدير التنفيذي لبريزنتيشن ثلاث أربع نقط يوروا لكم قد إيه الخيبان فندي ده تافه قوي أو عبيط. رقم واحد، الشركة يعني اللي قاله المهندس عدلي ده المفترض يكفي جدا، انه مفيش حد بيتفق على رشوه بورق مكتوب رسمي. ده بافتراض ان الناس دي هتصل للمستوى الاخلاقي المتدني اللي سيادته عايش فيه. بس كمان رقم واحد، الشركات وهي بتتعاقد مع بعضها بتسمي مين الطرف المنوط به التوقيع والمراسله. لما الاهلي جاله جواب قبل كده من صله في تهديد سابق لفسخ التعاقد كان ممضي باسم واحد تاني، فالاهلي رد عليهم لو تفتكروا قال لهم جالنا خطاب عليه اوراقكم لكنه ممهور بتوقيع شخص غير المعتمد لدينا، قولوا لنا ده صح ولا لا. فرجعوا بعد كده قالوا لا وكملوا لغايه لما حصل اللي حصل بعد كده. اللي انا اقصده انه في مثل هذه التعاقدات الاطراف عندها اسماء معتمده هي بس اللي من حقها تتخاطب بينها وبين بعض. فيما يخص علاقه الاهلي، الاهلي لما بيبعت جواب او يستقبل جواب ليس المعني بالامر اعتمادا هو رئيس النادي المعتمد قانونا ولائحيا وفي العقد مدير النادي المدير التنفيذي للنادي السيد محمد مرجان. فدي مبدئيا قلشت من هذا المزور. رقم اثنين، المنوط به مخاطبه الاطراف المتعاقد معاها من قبل بريزنتيشن هو المدير التنفيذي عمرو وهبه مش محمد كامل، قلشت منه الثانيه. بس هو مستهدف الشخصين، هو المزور افندي مستهدف الاثنين. هو قال لك ما حدش هيتوقف. النقطه المهمه الثانيه اللي انا عرفتها من عمرو وهبه ان هم كشركه عندهم فونت للكتابه معتمد، يعني اي واحد فيهم لو بص على الورق يقول لك لا مش تبعنا. ليه؟ قال لي لان احنا عندنا الفونت متغير، فونت معتمد في الكتابه، مفيش محررات رسميه تطلع بالفونت الا بتاعنا، ويصعب ويستحيل تقليده او تزويره. فبالتالي لاول وهله يقول لك لا فيك تزوير. في النصوص الانجليزيه والنصوص العربيه عندهم فونت معتمد، والفونت لا هو حريص غير الفونت، الفونت حريص يكتب كلمه كبيره كده عشان تتقال. ايوه بالظبط. رقم ثلاثة وده الأهم، لو الراجل ده مش مزور والجواب ده صحيح المفروض يروح فين؟ وده اللي قاله عمرو وهبه. قال لك احنا من ناحيتنا الإدارة القانونية بدأت التعامل مع الأمر، لأنه المفروض اللي عنده جواب بيقول إنه رسمي بهذا الشكل بنرجوه كلنا يروح للنيابة. يروح هو كده عنده مستند في وقع التزوير. هو ليه بعته للإعلام؟ ما بعتوش للجنة الأولمبية ووزارة الشباب ليه؟ يبعثوا لأي جهة قانونية مختصة تحقق فيه، لكن يبعثوا في السوشيال ميديا ويبعثوا لتونس، يبعثوا لتونس عشان الأرض المحروقة بقى يحرق الأرض بين الأهلي وبين الترجي، عشان يحرض ضد الأهلي، عشان يشوه أي فوز للأهلي، وعشان يبلغ على الأهلي لدى الرأي العام التونسي فيحصل اللي يحصل. بصوا الدناءة والمستوى المتدني في المسؤولية. ازاي انت بتكهرب جو بين بلدين وبين ناديين بينهم مباراه شديده الاهميه والحساسيه، تقوم تزور هذه الورقه وترميها على السوشيال ميديا عشان تتفاعل وتنتشر وتحقق اغراضك المريضه. لو كان ثمه حساب ايام ازمه الجزائر ما تكرر الامر اليوم. لكن اعتاجت طبعا بريزنتيشن لما الامر بالذات يتعلق بالجانب التونسي، احتاجت انها تطلع بيان تقول فيه
تؤكد شركة برزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية والشريك التسويقي للنادي الأهلي أنها دائما ما تترفع عن الرد على أي اتهامات باطلة أو تفاهات لا ترتقي إلى حد الرد عليها. ولكن ومع حساسية المباراة المقبلة للنادي الأهلي الذي نفخر بشراكته في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام شقيقه الترجي التونسي، ونظرا لإلحاح العديد من الجماهير في مصر والوطن العربي وإفريقيا بضرورة الرد، فإننا نؤكد أننا فوجئنا بنشر خطاب ملفق على صفحات السوشيال ميديا يتعلق بشكل أو بآخر للشركة وتلك المباراة الحماسية والحساسة. وعليه فإن شركة برزنتيشن تود توضيح الآتي: 1- الجواب مفبرك جملة وتفصيلا ولا ينتمي إلى مخاطبات شركة برزنتيشن سبورتس الرسمية. 2- أي مخاطبات تتم بين الشركة وأحد شركائها أو الأندية والمؤسسات التي تتولى رعايتها يكون ما بين المدير التنفيذي للشركة السيد عمرو وهبة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة، وفي حالة الأهلي فهو العميد محمد مرجان، فعليه فإن من حاول التوفيق يجعل المخاطبة بين السيد محمد كامل رئيس مجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خانه الذكاء تماما. هو مش خانه الذكاء، أنا بفتح قوسين بره الجواب، هو بس لسه متضايق من البوصة اللي على راس الخطيب. لا، هو عمرو وهبة بينبهه قال له المرة الجاية وأنت بتزور زور صح. لا يوجد أي حسابات للشركة على الإطلاق في البنك المذكور بالخطاب المفبرك. ودي بقى الحاجة التانية، أنت موديني الجواب لشيك صادر من بنك أنا ماليش حساب فيه. ده العبيط كمان يعني برضو مش مستكمل حتى تحرياته ومحاولاته. لا، هو بيحاول يعمل عيار يدوش وخلاص. لا توجد أي معاملة بتدفق مالي بهذا الرقم بين الشركة والنادي الأهلي خلال تلك الفترة لأي غرض كان، ولا تتم معاملات دولارية من الأساس بيننا وبين النادي الأهلي. الأهلي مش نادي أجنبي عشان برزنتيشن الشركة المصرية، يجوز لو صلك كنا نتكلم على شركة أجنبية هتدفع له بالدولار. الرقم الصادر الموجود على الخطاب لا يمت للشركة بالصلة، ولا يوجد في دفاترها الرقم الصادر اللي حطوه. هو أي رقم، لأنه المطلوب تعبئة الجماهير الغلابة، لأنه لا في تونس أكتر مننا والرأي العام في تونس. العقد المبرم بيننا تونس مش هيتحققهم كل ده. ايوه، العقد المبرم بيننا وبين النادي الاهلي مغلق بالدفعات التعاقديه، ما لهمش عندنا فلوس وليس به اي اعمال طارئه او خدميه او استضافات او يعني هدايا. الدفعات موجوده في الخطاب. العقد بالظبط، ما فيش حاجه براها. وعليه بتقول برزنتيشن فاننا نؤكد على كل من يحاول ايقاظ فتنه من اي نوع بان عليه الابتعاد عن نطاق عمل شركة برزنتيشن سبورتس التي تعمل بكل مصداقية ونزاهة واجتهاد حتى تحافظ على قيمة المؤسسات العظيمة. في إجرام أكثر من كده التي تشرف برعايتها والشراكة معها وعلى مكانتها كشركة رائدة في الاستثمار الرياضي في مصر والوطن العربي، وعلى مثير الفتنة أن يمتنعوا. لا، أن يحاسبوا. ما فيش كلام يعدي كده والنبي يا جماعه. المره دي والله العظيم ثلاثه احنا في ظرف ما لا يحتمل مثل هذا العبث وعدم المسؤوليه والغل اللي بيخلي يحرق كل حاجه. يعني ده وصل ان يعني عارف اللي بيحط مخدرات في جيب واحد يبلغ عليه. ايوه، يعني مستعدين يعملوا اي حاجه. اي حاجه يا جماعه، هذا وضع خطر. وللاسف التولز بتاعتهم الادوات مجموعه من الاعلاميين كرسوا حياتهم لهذا العمل. لما كنا بنقول الاهلي مخترق كنا خايفين من اللحظه دي، كنا خايفين من هؤلاء اللي هم دلوقتي بيبصوا اسمهم ها بكل همه. مدير البرامج اللي كان هنا بيطلع يقول ايه؟ انت حكيت لي حكايه وانا استر عليهم. ها؟ بيقول لرضا عبد العال استر عليهم. خلاص استر عليهم يا رضا. ده كان مدير برامج في قناه الاهلي وكان يقدم على انه اعلام رئيس مجلس الاداره. ولما كنا بنقول له الوضع خطر ما تدخلوش عندك يشوف اسرارك، انتوا بتعملوا كده ليه؟ فالمساله خطيره. وانا قلت هيبان لما المشهد يتغير هتشوف خطوره الناس دي هتعمل ايه. ابتدى، مش ابتدى من النهارده، ده من حوالي 6 اشهر الخطورة باينة. طيب، وعلى مثير الفتنة أن يمتنعوا زي ما ختم برزنتيشن خطابه وأضاف المهندس عدلي وأنا بأكد عليها، يا جماعة هذه جريمة مكتملة الأركان.
مثيرة ومسيئة ومشينة. دي وقعة أستاذ إبراهيم تمثل المفترض. اتبعتت للجانب التونسي. أيوه ده اللي جاي دلوقتي. المفترض ما يجب أن يحدث لو كنا جادين في ملاحقة أي حد يرتكب مثل هذا الجرم الخطير جدا وشديد التأثير على العلاقات. المفترض وأنا أعلم جيدا أنه في مصر مباحث الجرائم الإلكترونية نشطة جدا وفاعلة جدا وشاطرة جدا. وتم مؤخرا اعتماد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، يعني الإطار القانوني موجود، فرص الملاحقة والمتابعة موجودة. الإرادة بس الطرف المعني الإرادة. عليه أنه هو يقدم بلاغ أنه تم نشر من خلال أحدد صفحتين ثلاثة، صفحتين ثلاثة نشرت هذا الخطاب. ساعتها هيتجابوا واحد يقول لك غرزة متعوبة، واحد يقول لك معرفش، صفحات معينة ومحددة، وحتقدر جهات التحرير تعرف مين الأدمنز بتاعها ومين اللي وراء مثل هذه الصفحات. لأنه بس مثل هذه المحررات المزورة فيها من الخطورة اللي ممكن تفضي إلى كارثة. أرواح ناس. الله. أرواح ناس. أرواح وعلاقات هذا ناس. هذا تحريض للدم. إحنا سكتنا على فوضى الإعلام في واقعة الجزائر في أم درمان، وسمحنا للإنفلات الإعلامي يقود المشهد إلى كبوة كبيرة جدا حدثت في العلاقات المصرية الجزائرية وقتها، وسحب سفرة وتأثير كبير بسبب مثل هذه الفوضى. خلينا نبقى جادين في ملاحقة مثل هذه الأعمال العبثية، لأنه لم يتم الاكتفاء بأنها تتنشر على السوشيال ميديا المصرية، ده اتبعتت في تونس من وقت بدري. والحقوا، والكلام مش مننا، الكلام في فيديو لزميل تونسي في الإذاعة التونسية، نشوفه هو بيتحدث مين اللي كلمه من مصر وقال له ايه. الحكم مش نحكي لك واقع بون حكيت لك لما حدث الصباح. اول الاسبوع هذا حكى معايا صحفي من مصر، صحفي هذا يخدم في قناة ال تي سي، نسميه مثالش ماهر جنينة اسمه، يخدم مع خالد الغندور في نفس البرنامج، مختص في الكرة الافريقية. احكى لي واقع اسم الحكم ظهر الكاف اعلنت عليه قبل يوم وحيد هكا ولا نعم. هو من اول الاسبوع من هلا حد يمكن قال لي لا الحكم مش يكون مهدي عبيد شارف، واعطاني اكثر من هكا انه الاهلي بوساطه من شركه اماراتيه نسميها مسيج اسمها بريزونتيشن، اللي هي واخذه النادي الاهلي وتعمل في بخومو تحب تجيبه يلعب مونديال الانديه، قال لي الشركه هذه نظموا تمونها مع الكاف باش الحكم معناتها باش يكون مع الاهلي. بون الحقيقه كذبته انا وقتها، قلت له صحيح في ماتش في النهائي كيما هذا العينين الكل عليه صعيب باش يكون كيما هكا، لكن بصراحه الكلام اللي صار تعين اسم الحكم اللي طلع نفسه، واللي صار البارح في المقابله نتاع البارح اكد لي الكلام نتاعو. الصحفي هذا البارح في الليل اتفقت معاه باش يكون موجود معنا بالتليفون، لكن للاسف اتصلت به منذ ساعه لكن رفض انه يتدخل، قال لي نجم يسوي مشاكل خصوصا مع الشركه هذه بدون شك. طيب لزوم اللهجه بس انا هوضح لكم اهم ما قيل. هو المذيع التونسي بيقول في صحفي مصري يخدم او يشتغل في قناه ال تي سي، هو مع او معد الكابتن خالد الغندور، اتصل بيا قبل المباراه باسبوع وقال له الحكم اللي هيحكم المباراه ليكم مع الاهلي هو الحكم التونسي الجزائري مهدي بن عبيد او مهدي عبيد. فبيقول انا ما صدقتوش، بس اضاف لي كمان في الكلام خدوا بالكم شركه بريزنتيشن، وهو بيقول دي شركه اماراتيه، شركه وطنيه مصريه طبعا، بريزنتيشن الشركه الراعيه للنادي الاهلي، هدفها تودي النادي الاهلي كاس العالم للانديه، عشان كده باي شكل من الاشكال هيتعاملوا مع الحكم، يعني هيرشوه. فخدوا بالكم من الكلام. الراجل المذيع التونسي بيقول انا قلت له لا، ما يعني ده كلام لا يجوز ابدا تصديقه على مباراه في النهائي. بيقول لكن لما جيت لقيت اعلن اسماء الحكام فلقيته فعلا الحكم الجزائري، ولما اتفرجت على المباراه وشفت اللي حصل تاكدت من كلام ماهر جنينه، فانا حبيت اجيبه معايا على التليفون علشان يحكي الواقعه كما حدثت، اعتذر وامتنع. هنا بيتكلم على صحفي مصري معد في برنامج شغال في قناه مصريه، يذكر هذه الواقعه ان هو بيتبرع انه يبلغ الجانب التونسي الحقه ده هيحصل كذا 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 كذا، وده يتواكب مع بعديها يطلع هذا الخطاب المزور. يعني اللي هو كان في ده اللي عايز اقوله انا بقى استاذ ابراهيم. اه هنا التنسيق. اه اداره المؤامره. ان انا
هطلع الجواب بدري يوم 31 الطلب، يوم 1 الماتش يوم 2، يبقى انا قبليها ببلغ هيطلع ظلم تحكيمي وفي جواب ويتبلغ عن مين؟ معد برنامج خالد الغندور، ماهر اسمه ماهر جنينة، ماهر جنينة معد الكابتن خالد الغندور اللي بيطلع يمسك في هذه الامور ويتكلم فيها كانها حقائق ويبتدي يجود. هذا كلام ايضا ينبغي ان ينطوي على تحقيق مع ماهر جنينة. ها مين مصدرك في هذا الكلام؟ انت ازاي بتتكلم هذا الكلام؟ و حته بقى الحكم مش معروف لدينا، الحكم كان معروف قبلها بيومين وكتب في الاعلام يومين وثلاثه كمان. طيب الاهلي بيلعب مع الترجي، الطبيعي بجد بقى عشان نرجع شويه للحس المصري، لو الزمالك اللي بيلعب مكان الاهلي مع فريق من بره مصر كنا هنوجه اي لوم لاي اعلامي يقف في صف الفريق الضيف علنيا وبشكل تحريضي ضد فريق مصري وضد جماهير مصريه وضد مصلحه مصريه. يعني هو انا اللي عايز اقول يا استاذ ابراهيم، نقطه التحول الغريبه جدا دي انا عايز اقول، تخيل الزمالك هو اللي بيلعب الفاينل وجينا احنا هنا في ملك وكتابه ولا قناه الاهلي كرست نفسها انها تعمل كده. الاتهامات بالخيانه وكل الاعلام في مصر كان هيعمل معانا ايه؟ منتهى القسوه والهجوم والاداره، ويمكن كان اتمنعت البرامج دي طبعا، وده الطبيعي على فكره. طب لماذا التعامل برفق؟ هو في اراده ان الناس دي تعمل كده؟ يعني انت ك ك ك ك كالمجلس الاعلى للاعلام وانت ترى هذا الكلام، هو ده مقبول؟ هو ده مقبول ان الاهلي يفضل يتكلم مع الزمالك ليل نهار بالشكل السلبي ده، وان يقدم مستندات مزوره ويبني عليها حواديت وينتشروا مع بعض كده في وهم بسم الله ما شاء الله لهم الغلبه دلوقتي؟ هو ده مقبول؟ عشان كده يا جماعه احنا بنلجا ليكم انتوا اصحاب الشان يا اصحاب الشرعيه يا اصحاب القرار، الاهلي يلجا اليكم مناشدا، احموا النادي الاهلي النادي المصري الذي يرفع علم مصر وينافس الأندية ويناطحها وبيسعى أنه يقترب من ريال مدريد. هو مصلحة مين أن يمنعوا النادي الأهلي أو يشوشروا على مكسبه؟ محدش هيسرق فرحة جمهورنا يا أستاذ إبراهيم. إحنا بنقول لجمهورنا افخر بفوزك، ضربات الجزاء حقيقية، وهو هتصدق الوهم اللي بيصدروه والزيف الذي يزيفوه. أنت الفائز. ده حتى يعني ميدو كاتب تويتر في هذا الاتجاه يشكر عليها، يعني بيقول لك الانديه المصريه ومنتخباتها سرقوا من قبل في افريقيا وشمال افريقيا بسبب الظلم التحكيمي، وارى انه رغم اداء الحكم السيء بالامس الا ان الاهلي كان الافضل في كل شيء وسيطر على المباراه ويستحق الفوز، كان هناك فريقين في الملعب واحد فقط لعب على الفوز وهو الاهلي. هذا ميدو كويس، لما بيذكر شيء ايجابي لازم نقف كمان نحييه. صحيح عليه، صحيح، ما انزلقش الى التفاهات والمؤامره المحبوكه قوي دي اللي هنشوف دلائلها دلوقتي. نشوف فيديو لخالد الغندور على الفيسبوك بعد الاهلي والترجي. مفيش حاجه اسمها شوف وليد هو بيضرب اللاعب بدون كره ضربه تستحق الطرد، وبعدها رغم انه شافها في الفار يحسبها ضرب الجزاء وما يعملش حاجة لوليد أزارة. ده حكم غريب غريب وعجيب، تمام، وحكم لابد ان يكون في وقفة من الاتحاد الافريقي ضد هذا الحكم، ضد هذا الحكم. لو احنا بنتكلم على مايكل انرامو والهدف اللي جابه، الحكم تم شطبه نهائيا بعد كده. نمرة 2 الترجي، عايز اتكلم برضو على وليد ازارو. الناس برضو يقول لك وليد ازارو كان تعبان، كان زعلان على الهدف اللي جه فقطع الفانيلا وبتاع. يا جماعه ما تضحكوش على قول الناس، المواقع التابعه لانديه بعينها او اللي بتحاول تكون تابعه لنادي هي اللي بتخلي شكل النادي وحش.
ما ينفعش تلاقي تضحكوا على الناس وتقولوا اصل وليد ازارو كان زعلان عشان الاهلي جه فيه جون. وليد ازارو قطع الفانيلا عشان الراجل لما يجي يشوف الفانيلا مقطوعه، يعني عايز ياكد، وده دليل اكبر ان وليد ازارو لا يستحق ضرب الجزاء. يعني انا متاكد ان الكره لو مثلا حكم قال مش ضرب الجزاء كان وليد راح قال له شفت دي مقطوعه دي ما اعرفش ايه، وفي حد بيزعل يزعل بعدها بربع ساعه بعد ما هو يتحسب له ضرب الجزاء؟ كمان ما تضحكوش على الناس، عيب، الناس ذكيه وناس بتفهم. مش مصدق فيديو لايف على الفيسبوك، شوف الحرص على توجيه الكراهيه ناحيه النادي الاهلي. معقوله يا كابتن خالد انت تقبل ان حد فينا يطلع بفيديو يقول ان الزمالك كسب النهارده بضربه جزاء غير صحيحه كل الحكام قالوا عليها، ونطلع بنفسنا نقول كده ودي بينا وبين بعض وانت بتلعب في افريقيا؟ هل ممكن تقبل ان حد يطلع يتكلم على نادي الزمالك كده؟ وما تضحكوش علينا. بيضحكوا عليك انت ليه يا كابتن خالد؟ انت حطيت نفسك طرف ليه؟ انت حطيت نفسك طرف ليه؟ هيضحكوا عليك ليه؟ انت مش طرف في الموضوع، انت متضايق قوي ان قطع الفانيلا وبعدين يبرأ، وده اللي انا قلته. تمزيق الفانيلا لم يكن لها علاقه باحتساب ضربه جزاء، يقول لك يقطع الفانيلا بعد ضربه الجزاء بربع ساعه بعد ضربه الجزاء ما احتسبت. طب قطعها ليه؟ ها؟ لما هو مش قاطعها علشان يأثر على قرار الحكم. عنده دافع. مش موافقين على قطع الفانيلا. بالظبط. مش موافقين. بالظبط. ويحاسب داخليا قبل ما يحاسب خارجيا كمان. لكن انت عايز توصل لايه؟ انت عايز توصل لايه؟ هي دي النقطه. مش معقوله يا كابتن خالد، يعني ان ما كنتش طايق فوز الاهلي يا سيدي استحمل واخلص، اسكت ما تقولش حتى نقف مع بعض. مش مطلوب منك انك تدعم الاهلي، لكن كمان مش مطلوب منك انك تقعد توضح لاخطائه وتحرض على انه تجامل. انت بتواجه رسالتك لمين؟ انا مندهش، يعني انا اختلفت كتير في حاجات، لكن دي اول مره اشوفها بالطريقه دي بصراحه. الحدث ما يخصش حد، ده احنا مصريين في بعضينا. بنكلم مين؟ يعني انت بتكلم اتحاد دولي عشان الافريقي يعمل ايه؟ انت عايز ايه من دي؟ بتواجهها لمين؟ الرساله دي لمين؟ في الجزئيه دي في ثلاث نقاط مهمين. النقطه الاولى، واقعه فانيله وليد ازارو سلوك غير رياضي لا نوافقه عليه، وزي ما المهندس عادل قال، لا يعني ده كلام مرفوض، لكنه المؤكد وده الاهم انه ملوش تاثير على قرار الحكم. هو نفس كابتن خالد قال كده. ليه؟ لانه الحكم اول حاجه لما احتسب، وانا انا انا اكتر حاجه بتزعجني في هذه المساله الناس بنت اراء بدون معلومات. يقول لك الحكم اللي تحدى الفار. يا جماعه بلاش جهل، الفار هو اللي ادى الحكم للقرار، هو اللي ادى القرار للحكم. الحكم لما اشار كده قال انه الفار قايل لي، لما راح يتاكد منها شافها وسمع بالاربيز المداوله اللي بينهم ورجع قال بناء على ده ضربه جزاء. نرجع تاني نقول الفار بيقول لك على اللي ما شفتوش. بالظبط. مش على اللي شفته. فهو ثبت قراره اداهوله وهو اتاكد بعينه. لما لو كان لما شاف بعينه شاف حاجه غير اللي هم قالوها له كان هيتمسك بقراره اللي هو شايفه، لكن تم التاكد وتمت المداوله وهنا المفترض قضي الامر. الا لاصحاب الغرض من الناحيه الفنيه التحكيميه قضي الامر، لانه اللي مضايقين من فوز الاهلي. بالظبط. يعني لما الناس تتفرج على اللقطه مره واثنين وثلاثه، ولما غرفه الكنترول جوه اللي فيها الحكام الفار يتفرجوا عليها من كل الزوايا المتاحه ليهم ويتاكدوا منها، وبعد المداوله مع الحكم يستقروا على الراي النهائي ان هي ضربه جزاء فيصفر يحسبها، يفترض مع الناس الطبيعيه السليمه العاقله الامر انتهى وخلاص اتحسم بما تم التاكد منه. انت مضايقاك ربنا يريحك، انت زعلان ربنا ياخد بايدك، انت متضايق جدا ان الاهلي كسب ربنا يكبر بخاطرك، كل ده ملوش علاقه بقرار الحكم اللي انت بتحاول تشكك فيه. ده انت بتعمل فيديو موجهه لمين؟ لانه كمان ايضا معلومه انه زي ما شطبته الحكم في واقعه انرامو شوف لازم تشطبوه. شوف التدليس ده برضه خطا في المعلومات، لانه انرامو في تسجيله هدف للترجي كان في بطوله 2010. الحكم
لامبتي الحكم حكم المباراه الغاني لامبتي اتشطب بعدها بسبع سنين في واقع تتعلق بمباراه السنغال وجنوب افريقيا في تصفيات كاس العالم الاخيره. ضربه جزاء لاحتسابها. وثبت انه الراجل كان واخد رشاوي وان اتاثر عليه. فتم شطبه بعد سبع سنين من واقعة انرامه في مباراة الاهلي والترجي اللي بالمناسبة ساعتها اهي لحد طلع مننا ادان الترجي ولا اتهم الترجي. كلنا كنا بنتكلم على لمبة الحكم وازاي ايد رامو وصلت الى هذا الحد. محدش اتهم الترجي لا في سمعته ولا في نزاهته طبعا. كان الامر قصر على لمبتي اللي اتشطب وخرج الاهلي بالكرة دي. وخرج الاهلي من قبل النهائي. طيب ده بالنسبة لرأي الكابتن خالد الغندور وزي ما شفتوه. وبالتالي لما يكون الراجل المعد بتاعه الجانب التونسي بيقول هو من تطوع واتصل بينا وقال لنا على الخطاب المزور واللي حاصل الأمور تتضح بينها وبين بعضها. الكابتن رضا عبد العال أيضا كان ليهم مداخلة مهمة بعد المباراة في قناة الحدث. نقف معاها شوية. تخيلوا دول مصريين. كابتن رضا اللي لعب للاهلي والزمالك ومش بيتكلم على المباراه بين الاهلي والزمالك عشان نقول ان مشاعره مسرح حتى مع الزمالك. ده بيتكلم على مباراه بين الاهلي ونادي منافس خارجي على ماتش. يعني ثبت. ايه رايك بقى ان الفار اللي قال له حسبها ضربه جزاء؟ ما انا زعلان على الجهل والله. انا زعلان على الناس. لا هو لا سيبك من الجهل. ما هو الجهل يخليك تقول كلام غلط بس ما يخليش مشاعرك تبان كده. ايه يا كابتن رضا اللي مزعلك من الاهلي قوي كده؟ ليه مش طايق وبتقول الحكم يتوقف والاتحاد الافريقي؟ انت بتتكلم زي ما يكون الموضوع معكوس. يعني ده لما اتعمل في الاهلي في 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 الجون اللي اتلغى من الوداد ما فيش واحد فيكم طلع قال الكلام ده ولا حد نطق. ولما ايد رامو ما فيش حد فيكم طلع عليه الكلام ده. يقول لك اخطاء التحكيم جزء من والاهلي عمال بيطلع من ثلاث بطولات كان زمانه وصل كاس العالم ثمان مرات ما فيش نادي عملها قبليه. ما حدش طلع اتكلم الكلام ده. انتوا جايين لشككم او لانكم اتضايقتوا ان اتحسب له ضربات جزاء كان من الممكن في رايكم انها ما تتحسبش تقولوا الكلام ده. ايه الحرص ده على انكم تطلعوا تشوهوا مكسب الاهلي وبيتعاملوا مع الاهلي والله يا استاذ ابراهيم اكن هو النادي الغريب. يعني 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 اكن الاهلي ده مش في مصر وبيلعب الزمالك بقى. ايه في ايه يا جماعه؟ انا يعني انا ما كنتش اتفرجت طبعا احنا كل لكن الحقيقه الواحد لما بيشوف الكلام ده بيحزن ناس. يعني تخيلوا رد فعل الكابتن طارق دياب كابتن الترجي التاريخي واحد من نجوم الكره التونسيه الكبار. شوفوا رايه. هو انتقد الحكم لكن قال لك هذا لم يؤثر على الاهلي. الاهلي نادي كبير والاهلي كان يستحق الفوز. نبيل معلول شايف ان الحكم ملوش اي علاقه. ده مدرب المنتخب التونسي. عندنا والله ما حصلش في تونس والله. التونسي نفسهم حتى على زعلهم على هزيمه الترجي لم يخسوا الاهلي حقه. اللي البهوات دول نصبوا الجنازه دي وزعلانين قوي ان الاهلي كسب. بيصدروا المظلوميه اللي لتونس بالظبط وبيتواصلوا معاهم يدوا لهم مستندات مزيفه. ايه ده؟ انا مش متخيل يا جماعه ان ده حصل والله. يعني انا لما تحكي لي ان ده ممكن يحصل ما صدقوش. ده هو كابتن رضا بعد كده مكمل كمان قايل الكلام اكثر قسوه من هذا الكلام. انا مندهش. طيب شريف عبد المنعم دقة او نشوف كمان الكابتن رضا عبد العال لانه غضبه تمادى ووصل لدرجه التحريض اللي خلى محمد رشوان المحامي يحطه في البلاغ للنائب العام. لا ده بيتهاكم على الاهلي عايز يكسب سفلاقه. نشوف. ده كلام خلاص الليله ماشي مع السيناريو اللي محبوك من قبل الماتش بالجواب ده كده خلصان. هو قال كده. هو طالعين كلهم مخلص الليله طالعين ياكدوا على المعنى ده على الجواب اللي اتزور وهم عارفين مصدر التزوير. طب انا يعني الشغل بقى يعني مش عايز اقول شغل ناس فعلا. طيب نشوف بقى شريف عبد المنعم رد عليه. التحريض على العنف في فيديو اخر انه رضا عبد العال بيقول له اعتقد احمد جمال
لو كنت مكان لعيبه الترجي، وده سؤال يعني كده، ده بقى الباص اللي معمول لتونس، لو كنت مكان لعيبه الترجي تعمل ايه في الحكم؟ قال لك اقتله. اه والله العظيم اقتله، ده نهائي افريقيا هيضيع مني لقب، اقتله. في تحديد واضح وصريح. عشان كده البلاغ الخطير اللي مقدمه المحامي محمد رشوان للنائب العام في كل هذه الفيديوهات، قال لي ده في كوارث كتيره في التحريض المباشر على العنف. والله يجب دعم هذا البلاغ من اكتر من جهه يعني، علشان حقق وشوف ما يحدث. خطير جدا يا جماعه، احنا داخلين هيجهز لنا احداث ملفقه. انت بالزبط. ماشي دلوقتي في سكه، لو الاهلي كسب في اي ده وانت بتكسب خارجان بتعمل معاك كده، امال لو دخلت بقى ونافست على الدوري هيتعمل فيك ايه؟ لا الدوري هيظهر الطرف الثالث. نشوف الكابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي اتغاظ جدا من اللفه بتاعت رضا عبد العال على القنوات، نشوف رده ايه. يعني اي تعليق هيتقال مش هيدي الموقف يعني خطورته واهميته، لان الكلام ده مش صدفه، الكلام ده مرتب له. واضح يعني مرتب له، وبالالفاظ ادوار بتتقدم، واللف على القنوات دي بالتحديد والكلام ده، فده كلام منتهى الخطوره. ده اللي خلى الحقيقه بالنسبه لرضا عبد العال يا باشمهندس، الكاتب الصحفي الاستاذ عصام السباعي مدير تحرير الاخبار النهارده كتب المقاله بتاعته اللي هي بوكس في الصفحه الثانيه في الاخبار في السياق ده، وهو راجل كاتب ما هوش يعني كاتب صحفي، راجل سياسي ما هوش له علاقه بالرياضه لكنه متابع المشهد. فقال الكابتن رضا عبد العال انعم الله عليه بموهبه رياضيه فتحت له ابواب الشهره ورزقه بحب جماهير اكبر ناديين ولعب لهما، ولكن الله ابتلاه في لسانه فلم يعد يعرف ماذا يقال ومتى يقال وأين يقال، فذهب لسانه بكل الرصيد الذي أعطاها له قدمه. يا كابتن حب جماهير الأهلي رزق وضاع منك. يعني واضح أنه هو مش فارقة معاه جماهير الأهلي خالص، من يوم ما بطل ما بيجيش فرصة غير لما بيبين ان مشاعره كانت في الاهلي. يعني انا مستغرب على دموعه لما الكابتن طارق سليم قال له يا ابني حد يسيب الفلوس اللي هيديها له الزمالك دي كلها ويجي في وقعه انتقاله. قال له يا كابتن انت مش ده في مكتبي، انت مش عايزني ولا ايه يا كابتن؟ فلما الكابتن طارق لقاه بيدمع قال له لا، اذا كنت حريص تيجي الاهلي للدرجه دي لا طبعا احنا معاك. ان كان كابتن صالح كان قلقان شويه من قال اول مره هنجيب حد من الزمالك. لكن انا مندهش. يعني هو كابتن رضا انت ليه كده؟ ليه شعورك كده؟ لا وبعدين يعني بيتكلم بحرقه، مش بيتكلم ان هو بيحلل تحكيم، ما يطلع يقول التحكيم كان مش موفق، الاهلي استفاد من اخطاء التحكيم، ولو انها مش مقبوله برضه من انك انت تطلع لانك تعلم كيف ادير الاهلي على مدى 3 بطولات متتاليه. صحيح. عشان كده انا كان في البدايه تحفظي على مدام نجلاء عبد البر في الاذاعه ان هي في اليوم الثاني لهذه يعني قالت لك كميه كبيره تجيب رضا عبد العال عشان يواصل هذه المساله عموما. طب الكابتن رضا بقى اللي بيقول ده حكم قارح، طب الحكم اللي كان بيقول له ترمي كان ايه بقى؟ وهو لا مش عندك اللقطه دي ولا ايه؟ هنشوف رضا عبد العال وهو بيعترف هما الحكام كان بيعملوا له ايه وهو بيلعب في الزمالك للزمالك، عشان رضا عبد العال بتاع دلوقتي يسمع كلام رضا عبد العال اللي قبل كده. ده في 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 راي الكابتن رضا لما كان بيلعب في الزمالك انه حاجه فيها شفه دم، لكن ما كانش قارح ولا فاجر. يعني ده بالدليل، ده هو اللي بيقول له. يعني ما فيش حد بيقيم الحكم، او الحكم ممكن يكون شاف حاجه غلط او غلط او ما غلطش، ده الحكم اللي بيقول له ترمي، يعني بيقول له انا عايز اديكم، عايز ازيف ضربه جزاء لصالحكم، ساعدني. في ايه بقى اكتر من كده؟ في ايه اكتر من كده يا كابتن رضا؟ ما كانش قارح ولا حاجه. اللي جاي بقى وبرضه واحنا ماشيين في التدوير، كابتن من كباتن نادي الزمالك الكبار، والمقصود بيها مش الزمالك، المقصود بيها الناس اللي دلوقتي
كل همها وكل شغلها زعلان على ضربات جزاء حسب انتصارات الاهلي في بطوله افريقيا مش معاه، تزييف انتصارات الاهلي وتشويه فرحه جمهوره والتحريض عليه قبل ما يخوض مباراه كبيره بره مصر. الناس دي بترتكب هذه الجريمه دلوقتي. لكن لما تشوف راي الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك وكابتن نادي الزمالك، وبالمناسبه انا لا اذكر مره واحده سمعت من الكابتن فاروق جعفر او الكابتن حسن شحاته على وجه التحديد، وثالثهم كان الكابتن طه بصري عليه رحمه الله، عمري ما سمعت من حد من الثلاثه كلمه مسيئه في حق النادي الاهلي او تقلل من قيمه النادي الاهلي اطلاقا. تقريبا ما حصلش يا باشمهندس انك تسمع راي اللي كابتن فاروق جعفر يسيء للنادي الاهلي او يشوه صوره النادي الاهلي، بالعكس عنده كل الاحترام والتقدير. في اللقطه دي هو كان بيعترف عن حقيقه ضربات الجزاء اللي كانت بتحتسب للزمالك يا كابتن رضا ويا كابتن خالد الغندور بعظمه لسان الكابتن فاروق جعفر عن فتره طويله جدا نشوفها. يعني ما هو نفس الاعلام بنفس الاصرار على تزييف الحقائق. والكابتن فاروق بقول لك انا لما روحت البيت سمعت الكابتن لطيف ده قال لك انا مت بالضحك، والكابتن لطيف عمال يقول لك بص 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 فاروق ده الجون طاير في الهواء واخد بالك ده بمناسبه طبعا لما هي باينه قدام الناس طاير في الهواء. فالكابتن لطيف الله يرحمه بيقول لك بص ضربه برجلين اتنين، ده رجلين اتنين في الهواء ما تفهمش ازاي. لا دي حاجه ما تضحكش والله، لا ده دليل بص منين التوجه الاعلامي في انه يغير لك اللي انت حتى مش شايفه، ايوه يشككك فيه. فهي حاجه مش جديده، ده تحكيم مش قرح، هو ده التحكيم بقى اللي بعد شويه نطلب بيه نادي القرن. والكابتن مدحت شلبي وقتها يقول له كده، يقول له اه خمس سنين واحنا في افريقيا مفيش ضربه جزاء خدتها سليمه. ده الكابتن فاروق جعفر بعضه لسانه وبيحكي بعض النماذج وذكر الواقعه دي، قال له ولا ضربه سليمه. يا اللي بتتكلموا على الاهلي وبطولات الاهلي والقاب الاهلي، ده كابتن فاروق جعفر كابتن نادي الزمالك. انما بقى لما تيجي تلاقي برضه في سياق تشويه الفوز بتاع النادي الاهلي ترابط، الاقي المصري اليوم يكتب اسلام صادق على لسان الكابتن شطه انه ضربتين الجزاء بتوع ازارو غير صحيحتين والحكم الجزائري سيعاقب سرا. ينسب هذا الكلام للكابتن شطه في كلام منشور على الورق. اولا الكابتن شطه لا يقدر سرا ولا علانية لانه دلوقتي مش مسؤول في الاتحاد الافريقي. اه فاصلا السياق انك انت عايز تقول يعني ان مسؤول في الاتحاد الافريقي بيقول ان الحكم بيعترف وهو ليس بمسؤول. لكن الاهم منه هو شط رايه ايه؟ ده في كلام مكتوب، ما اقدرش اقول الكلام صح ولا غلط، بس اقدر اقول الكلام اللي اسمعه بودني صح ولا غلط. كابتن شطه في تصريحات له مع قناه ال تي سي نشوفه. يعني ضربتي جزاء مكتوب كده في المصري اليوم على لسان شطه غير صحيحتين والحكم سيعاقب سرا، يطلع كابتن شطه كله اشاده بقرارات الحكم والتاكيد على صحه ضربات الجزاء. ده الحاجه كمان قال لك ده يعني انت مختار حكم من الجزائر والاهلي مطلع وفاق ستيف الدور اللي فات. يعني لو الحكم ما علينا عشان نلحق الفيديو اللي جاي ده مهم جدا لانه بيلخص اللي انا بقوله. يعني كابتن شوبير لمس مسانده الاتحاد التونسي للترجي، ها، وبيقول ونحن لا نريد الخير لبعض. بس انا بقول له كابتن شوبير انت نائب رئيس الاتحاد، عايزين نشوف مسانده الاتحاد المصري في الحق للنادي الاهلي المصري في الحق في الحق. نسمع كابتن شوبير. مايكل انرامو بالحكم الغاني المرتشي، هجيب لكم اسمه اللي اتشطب بعد كده خالص، طار ولعب الكوره زي لعيبه الفولي وسجل الهدف في شباك النادي الاهلي اقصى من البطوله. انا بتابع بطبيعتي على فكره بتابع كل القنوات يعني العربيه والاجنبيه، والكوره كانت بالايد واضحه وضوح الشمس. كنت بشوف اخواتنا الاعزاء كان الحكم جوزيف لامبتي لو تفتكروه الغاني اللي ساب الكوره اللي ساب انرام يلعب الكوره بايده،
يعني واضحة جهارا نهارا عيارا كل حاجة يعني ماشي. وجاب جون وهندبول واضح جدا وخرج الأهلي ساعتها، وده قبل كده كان اتوقف مرة واثنين وثلاثة لكن ماشي. احنا طبعا هنا لا نطقنا ولا اتكلمنا، بس اللي عايز اقوله ان السادة المحللين و في تونس الشقيقة تجاهلوا الامر وكأن شيئا لم يكن، رغم ان دي كانت على مسمع ومرأة من الجميع يعني ولا حاجة. احنا عندنا هنا بيتباروا دي مش بنالتي ودي مش جون ودي مش فاول ودي مش اوت ودي مش عارف ايه، بيتباروا. وبعدين تبان القصة بقى للأسف الشديد أهلي وزمالك، أنا بتكلم بمنتهى الوضوح، أهلي وزمالك شغالة، أهلي وزمالك بشكل عصبي عنيف جدا. بقينا عمالين نتكلم وعمالين يعني نقول ده كان معانا وده كان ضدنا وده، لا احنا عمالين نجيب جوان في نفسنا. تصريحات منسوبة للمصريين اللي موجودين في الكاف، ضربات الجزاء غير صحيحة، تصريحات بالصوت والصورة لبعض اللعيبة القدامى، الاهلي ما كانش مش عارف ايه وضربات الجزاء ايه، حاجات كتيرة جدا بشكل عجيب انا مندهش لها ومستغرب لها ومذهول لها. ايه ده؟ هو ايه الجو اللي احنا عايشين فيه ده؟ هو ايه القصة اللي احنا عايشين فيها دي بالشكل ده الغريب ده؟ هل للدرجة دي احنا كارهين بعض؟ هل للدرجة دي احنا مش عايزين الخير لبعض؟ الاتحاد التونسي بيعقد جلسة طارئة لمساندة ومؤازرة نادي الترجي ويؤكد انه هيقف وراه ويحط بيان من كام نقطة؟ من 11 نقطة استغربها من مضمون وتوقيت قرار لجنة التأديب بالاتحاد الافريقي. زي ما قال المهندس عدلي، الكابتن شوبير دلوقتي عضو مؤثر في اتحاد الكرة ولعله يكون نائب رئيس الاتحاد. ماذا سيفعل اتحاد الكرة في حقوق الاهلي المشروعة؟ ايه موقف اتحاد الكرة من الاتحاد الافريقي وهو يتجه لتخفيف عقوبات على الترجي بعد التدخل في عقوبات تتعلق بايقاف 2 لعيبة بانذارات؟ هل هيسيب اتحاد الكرة المصري الاتحاد الافريقي يفعل للاتحاد التونسي ما يريد بعد ايقاف وليد ازارو وتغريم الاهلي 20,000 دولار واستدعاء كارتيرون للمساءله او للاستماع؟ هل الاتحاد المصري يا كابتن شوبير سيظل واقف موقف المتفرج وانت المسؤول البارز فيه حاليا؟ هل هتكمله بهذا الشكل؟ شفنا اندهاش الكابتن شوبير انه حسرت بعض الاعلاميين المصريين وبعض الرياضيين المصريين، حسرتهم على فوز الاهلي أكبر بكتير جدا وأعنف من حسرة الجانب التونسي للأسف. باشمهندس دهامنا الوقت، لكن ربما كان لسه في متسع من الوقت الحلقة الجاية عشان نستكمل محتوى كان مهم جدا في حساب الأهلي مع التحكيم أفريقيا. لو شفت اللي حصل مع الأهلي على مدار تاريخه الأفريقي، لا مش هيبقى نادي القرن اللي فات بس، ده كان عنده من الحقوق المهدرة لو كان خدها بموجب تحكيم عادل كنت هتلاقي الفوارق شاسعة جدا جدا جدا. الأسبوع الجاي أو الحلقة اللي جاية إن شاء الله الخميس هنواصل مع حضراتكم كشف هذا الحساب الكامل، لكن المؤكد الأهلي سيلقى في تونس غدا مع وصول بعثته كل الترحاب كل التقدير كل الاحترام، لأنه دايما وأبدا يربط الأهلي مع الترجي ويربط المصريين بالأشقاء التوانسة كل العلاقات الطيبة. هل لديك أقوال أخيرة سريعة؟ أقوال بقول البطولات بتروح وبتيجي، الذين ينفخون في نار الفتنة يراعوا ربنا شوية ويعرفوا أن ضفر أي واحد وسلامة أي واحد في رقبتهم. العلاقة بيننا وبين أشقائنا في تونس بشكل عام وإخواتنا في الترجي هي أقوى من أن يعبث بها أحد، ولا بطولات، لا زعلتنا البطولات اللي ظلمنا فيها، ولا هتزعل لو الترجي وصل او الاهلي وصل. مبروك، هم اقوى ناديين ببعيد عن اي حد. ولا زلنا ننتظر لجنه التقييم الاعلامي رايها في اداء بعض البرامج في الاذاعه المصريه واداء قناه النيل للرياضه تجاه النادي الاهلي المصري. ده بقاله مده. دمتم للاهلي دائما.
ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي بإذن الله في التاسعة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.